السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار في كل مكان. حلقة جديدة وساخنة وأخيرة هذا الأسبوع من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023 من الميلاد. حلقة الخميس حضراتكم بتبقوا خلاص واخدين عليها حلقة لايت ولطيفة وخفيفة وسريعة الإيقاع، عاملة زي المكسرات كده. عندنا شوية أخبار ولقطات وأفكار، ثم فقرتنا السبايسي الرياضية فقرة أوفسايد، ثم الفقرة اللطيفة الأخيرة فقرة السوشيال ميديا وكل عالم مواقع التواصل الاجتماعي على مدار أسبوع. البداية النهاردة من السويس، ومش تحديدا السويس بس، السويس والإسماعيلية وبورسعيد. هذا المثلث الذهبي، عارفين كان في مثلث الرعب كده وفي مثلث الذهبي. أنا بسمي هذه المحافظات والإمكانيات اللي فيها والمنطقة الاقتصادية اللي موجودة في هذا المثلث الذهبي هي القاطرة، هي البوابة بتاعت مصر نحو المستقبل. والحقيقة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المشروعات القومية العملاقة اللي في وجهة نظر المتواضعة مش واخدة حقها من الإعلام والاهتمام والرأي العام والتسويق، لدرجة أن في كتير من المصريين ما يعرفوش يعني ايه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يعرفوا قناة السويس طبعا، اهم شريان ملاحي في العالم وتجاري في العالم، لكن ما يعرفوش يعني ايه المنطقة الاقتصادية وتكونت امتى المنطقة الاقتصادية وبتسوق ايه وبتستقبل ايه وبتهدف الى ايه والمفروض نتائجها واربحها وثمارها ان شاء الله وفوائدها تبقى عاملة ازاي. للأسف قطاع كبير من المصريين لا يعرف شيئا عن هذا الموضوع. عشان كده انا حابب ان انا أؤكد لحضراتكم على هذا الملف باعتباره من الملفات المهمة ومن اهم، مش عايز كلمة اقول اهم ده من افعل التفضيل دي انا ضدها، لكن من اهم المشروعات القومية العملاقة في مصر. زي ما بنتكلم كده على مشروعات النقل والطرق والكباري والانفاق وقد ايه ده مشروع قومي عملاق، زي العاصمة الادارية الجديدة، زي العالمين الجديدة، زي المنصورة الجديدة، زي مشروع المونوريل القطار الكهربائي. في مشروعات قومية عملاقة كده زي مشروع توشكا الحمد لله اللي ابتدى يستعيد بهاءه ورونقه ونجني ثماره. كمان هذا المشروع اللي يستحق إلقاء الضوء عليه. احنا بنتكلم على منطقة اقتصادية تجارية استثمارية عالمية على أراضي مصرية. وعشان تتأكدوا ان انا مش بحاول اهول او اكبر او ابالغ او اجامل الدولة او الحكومة في اعطاء او اصباغ اهمية لهذا المشروع، هذا المشروع مهم بالفعل باعتراف الاخرين مش باعترافنا. ولو تفتكروا من حوالي شهر او شهر ونص انا عرضت لحضراتكم فيديو، الفيديو ده كان ما بين الشيخ محمد بن راشد والرئيس فلاديمير بوتين، كان هذا اللقاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. حلو؟ لا أنا آسف، كان الشيخ محمد بن زايد مش محمد بن راشد، الشيخ محمد بن زايد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللي كان بيقوم بزيارة في الإمارات. وأثناء الحوار ما بينهم دار حوار حوالين التقارب الإماراتي الروسي وإقامة منطقة صناعية روسية في الإمارات. فبوتين قال للشيخ محمد ساعتها، قال له إحنا متفقين مع مصر وبنعمل دلوقتي منطقة اقتصادية استثمارية صناعية روسية كبيرة في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. فرد عليه سمو الشيخ زايد محمد بن زايد وقال له هايل، احنا ممكن نشترك مع بعض، خلاص هنكلم اخونا الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتفق على التنسيق الثلاثي ونعمل شراكة اقتصادية في هذا المشروع. ده معناه ايه؟ معناه انه العالم وقيادات مهمة زي القيادة الاماراتية والقيادة الروسية عارفين قيمة هذا المشروع وهذه المنطقة الاقتصادية ومترقبين التعاون الاستثماري الصناعي الاقتصادي اللي هيحصل فيها. ببساطة شديدة هذه المنطقة هي عبارة عن سوق مفتوحة مجمعة للنشاط الاقتصادي الاستثماري لكل دول العالم القوية. في هناك منطقة صناعية روسية وفي هناك منطقة صناعية صينية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مجموعة أخرى سواء من البراندات والشركات العالمية اللي اسمها المالتي ناشونال أو باقي الدول اللي عندها مزايا نسبية وأفضليات صناعية جاية وهتستثمر في هذه المنطقة. والشروط والإمكانيات اللي بتوفرها هذه المنطقة الاقتصادية أو الشركة المسؤولة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شروط عالمية بإتاحة عالمية،
ليها علاقة بقى بقصة فيها اعفاءات جمركية واعفاءات مش عارف ايه وكذا ومزايا وحوافز واغراءات صناعية علشان تبقى واحدة من الهبز. هبز يعني محطة لوجستية مهمة للصناعة على مستوى العالم. ده الجزء الاجنبي اللي له علاقة بجذب الاستثمار ووجود صناعات ومصانع وشركات اجنبية دولية تعمل على الارض المصرية. الجزء الخاص بينا هي مش شركات اجنبية بس ولا صناعات بس ولا مصانع اجنبية بس، لا احنا كمان عندنا مصانعنا وعندنا انتاجنا وعندنا طاقتنا الكبيرة. والنهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيرأس اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وحضره رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وكان توجيه السيد الرئيس بخلاف العمل على جذب المزيد من الاستثمارات والمناطق الصناعية الاجنبية للمنطقة، العمل كمان على توطين الصناعات المصرية خصوصا الصناعات الصديقة للبيئة، الصناعات القائمة على الوقود الاخضر او الهيدروجين الاخضر زي ما بيقولوا، بالاضافة الى توطين كل الصناعات المهمة اللي مصر في احتياج ليها ووجود اسس وقواعد انتاجية صناعية مصرية. هذا المشروع يا سادة ان شاء الله عندما يتم وتستكمل مصر كل مراحله ويصل الى شكله النهائي كما هو مخطط له، لانه الحمد لله ماشي حسب الساعة وحسب الجدول وحسب المخطط له، سينقل مصر نقلة نوعية كبيرة. يمكن من حسن الحظ ان الناس مش واخدين بالهم منهم قوي عشان العين، لكن انا بقول لكم عندما ستكتمل المنظومة ويخرج هذا الكيان العملاق الاستثماري الصناعي الى النور ان شاء الله هيكون واحد من اهم اسباب تقدم مصر ووجود العملة الصعبة، بالإضافة إلى وجود مصر على خريطة الصناعة كمحطة صناعية استثمارية لوجستية على أعلى مستوى. تقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد وليد سامي جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض النشاط الاستثماري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية وجهود تعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة الجاري إنشاؤها وتشغيلها في المنطقة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، فضلا عن مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة ومن بينها قطاعات الدواء ومستلزمات صناعة السيارات والصناعات الكهربائية والهندسية، بالإضافة إلى جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، لا سيما في ضوء نجاح عملية تموين سفينة حاويات بالميثانول الأخضر بميناء شرق بورسعيد للمرة الأولى في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تعميق الاستفادة من الموانئ المصرية وتحويلها لمركز إقليمي لتموين السفن بالوقود التقليدي أو الأخضر، وتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة التي تهدف إلى اكتساب التكنولوجيا الحديثة وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وبما يعظم القيمة المضافة من الموانئ البحرية المصرية في إطار خطة الدولة لتعزيز وضعية مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي على النحو الذي يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية. وعشان افكركم بالحوار الصغير اللي دار ما بين الشيخ محمد بن زايد ورئيس فلاديمير بوتين، هذيعه لحضراتكم دلوقتي. كنت زعت لحضراتكم من شهر اثناء زياره الرئيس الروسي للامارات، وعشان تعرفوا انه الحمد لله مصر حاضره حتى لو لم نكن موجودين في الاجتماع.
مشروع واعد فيما يخص بمصر إقامة منطقة صناعية هناك. Я знаю, что идея есть уже в Эмиратах создать. وعارف كذلك عندنا فكرة في إقامة مثل هذه المنطقة في دولة الإمارات. أعتقد بمعاونة أصدقاء بإمكاننا تحقيق ذلك. ممكن في خطة الرئيس أيضا تكون تعاون ثلاثي إماراتي روسي مصر مشترك. Вообще можно подумать о трехстороннем сотрудничестве, наше с вами и египетское. Не забывайте, что мы очень активно инвестируем в Египет. Да, я знаю. Ну, можно с президентом найти и поговорить. ممكن أن نناقش هذا الموضوع مع رئيس السيسي. Хорошая идея. Фикра джейда. Спасибо. هو ده الكلام اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليه, انه مصر حاضرة والمشروعات اللي اتصرف عليها فلوس وخدت سنين من التخطيط والدراسة والتعب آن الأوان ان احنا نجني ثمارها, علشان الصبر اللي احنا صبرناه ما ينفعش يبقى على مفيش. الصبر اللي احنا صبرناه والتحمل اللي الشعب المصري تحمله من 7 سنين واكتر, او من 10 سنين حتى, بعد 2013 ومن قبلهم السنتين الصعبين بتوع 2011, كل هذا التحمل وكل هذه المعاناة وكل هذه المشقة طبعا يشكر عليها جدا الشعب المصري, ولو اي شعب تاني ما كانش تحمل كل هذه الصعاب وكل هذه المعاناة. بس آن الاوان ان احنا نبتدي نجني الثمار, لان ما ينفعش تبقى معاناة طول العمر ولا صبر طول العمر, للصبر حدود. فنهاية الصبر ونهاية المعاناة ان شاء الله خير, وان شاء الله جني لثمار وفوائد ونتائج كل المشروعات العملاقة اللي احنا بنيناها وخططناها ونفذناها. النهاردة الخميس كان في واحدة من الجلسات المهمة جدا 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 في الحوار الوطني, وانتوا عارفين يوم الخميس دايما بتبقى جلسات الحوار الوطني مخصصة لمناقشة ملفات المحور المجتمعي. ومش عايز ابقى مبالغ الحياة لو قلت لحضراتكم مع كامل احترامي, كامل احترامي للمحور السياسي والمحور الاقتصادي, لكن انا من انصار المحور المجتمعي طول الوقت. مش بقى يعني بفوق اهميته على اهمية السياسة والاقتصاد, لكن انا شايف انه تماسك المجتمع وتماسك الاسرة والسلام الاجتماعي والرضا الاجتماعي دول لو تحققوا, دول اكتر من 60-70% لنجاح اي دولة. بعد كده يبقى النظريات والسياسات الاقتصادية ثم الممارسات السياسية, لكن دون الركيزة الاساسية وهي السلام الاجتماعي والرضا الاجتماعي والترابط الاجتماعي, لا السياسة تعرف تعمل حاجة ولا الاقتصاد يعرف يعمل حاجة. رحبوا معايا بأستاذ الدكتور أحمد زايد, مدير طبعا مكتبة الإسكندرية ومقرر لجنة الثقافة والهوية بالمحور المجتمعي. دكتور زايد مساء الخيرات. أهلا أهلا أستاذ سامي, مساء الخير يا فندم. إزاي حضرتك؟ إن شاء الله أكون بخير. كله تمام الحمد لله, ربنا يبارك في حضرتك. ممكن تكون حضرتك متفق معايا شوية في الانحياز للمحور المجتمعي باعتباره الركيزة؟ 100% والله, الكلام اللي حضرتك قلته كلام جميل جدا, لانه حتى انا يعني حتى الثقافه مثلا داخل المحور المجتمعي هي بتتقاطع مع كل المحاور الاخرى. فالاقتصاد في ثقافه, والسياسه فيها ثقافه, صحيح, وكل الامور في الحياه فيها ثقافه. الثقافه هي ناظمه العمران البشري كما يقال, يعني لا يمكن الاستغناء عنها في اي سلوك واي, ومفيش دوله تبني اقتصادها الا بتماسك اجتماعي طبعا, والتماسك الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي والثقة والتضامن هو العمود الفقري الذي يجعل المجتمع دائما مستبر مستقر, يعني في توجهه نحو المستقبل. نعم نعم نعم. مصادرنا النهاردة في داخل الحوار أبلغتنا أنه الجلسات كانت ساخنة وعامرة, فممكن حضرتك كده تغششنا ابرز الافكار والمحاور والملفات اللي تم طرحها النهارده. اولا الجلسات مستمره الى الان, انا خرجت من الجلسه عشان اكلم حضرتك. هي. يعني الجلسات مستمره, احنا النهارده يعني خصصنا طبعا في جلسه في محور, يعني جلسه لجنه الشباب مجتمع في مكان اخر, بس احنا في اللجنه بتاعتنا لجنه الثقافه احنا عملنا بدءا من الساعه 12 لغايه دلوقتي, واحنا لسه قدامنا كمان ساعه او اكثر, بنناقش 3 موضوعات في الصناعات الثقافيه. بنناقش السينما والدراما التلفزيونيه, تمام, عملنا لها جلسه, ثم جلسه ثلاثها جلسه ساعتين, وجلسه اخرى عن المسرح, وجلسه ثالثه الان شغاله عن الموسيقى والغناء, وفيها حوارات ساخنه جدا حضرت
فيها عدد كبير جدا. يعني النهارده دلوقتي حاضر الموسيقار هاني شنودة، راجح داوود، سليم سحاب، موجودين في الجلسه الاخيره، وفنانين كبار جدا وموسيقيين. الهدف من طرح الملفات دي يا فندم؟ طبعا حضرتك عارف ان الصناعات الثقافيه جزء اساسي دلوقتي من الاقتصاد، لان هي بتتصل بالمنتجات الثقافيه اللي هي تمثل ابداع يمكن بيعه. يعني صحيح. هي صحيح. لم يعد الان الصناعات الثقافيه فقط يعني بتصنع من اجل الدعايه او من اجل ان يبقى فيه قوه ناعمه فقط، وانما ايضا هي جزء اساسي من تكوين الاقتصاد. ما هو خلينا نقسمها لشقين، الصناعات الثقافيه او القوى الناعمه اذا جاز التعبير عنها، يعني هي شقين، شق له علاقه بالمحتوى اللي له علاقه بالوجدان وغذاء الروح والمنتج الفني اللي بيطلع سواء دراما او مسرح او موسيقى، وجزء صناعي استثماري. طبعا هي اصلا بتكون الوجدان، وكان في على فكره تركيز كبير جدا في الجلسه بتاعت الموسيقى مثلا على اهميه الموسيقى في تكوين الوجدان وتكوين المشاعر، وان احنا يجب حتى يعني كان في ناس بيطالبوا مثلا انه يبقى التفوق الفني ده والتفوق في المجالات الفنيه مثل التفوق الرياضي في المدارس، ويعني ويبقى له درجات زي التفوق الرياضي، وان في تركيز شديد جدا على اهميه كل هذه الجوانب الفنية في تكوين المشاعر وتكوين الوجدان وتكوين الشخصية. تمام. وتكوين البشر يعني وتحييد العقل ان هو لا يذهب الى الكراهية ولا يذهب الى التطرف ولا يذهب الى الجوانب الغليظة في السلوك. دايما لما بيدخلوا الفن ينحاز دايما نحو الترفع ونحو الوسطية والاحتراف، يصبح عقلا مسقولا اذا صح هذا التعبير في طاين. يعني ما احنا لما انسحبنا للاسف من المسرح المدرسي ومن المسرح الجامعه ومن الموسيقى في المدارس، افرغنا العقول بقى للافكار التطرف والافكار السيئه. وبمناسبه هذا الكلام كان في مطالبه كبيره جدا في جلسه المسرح انه المسرح المدرسي يعود، وان يبقى فيه اهتمام بالمسرح الجامعي، لانه موجود المسرح الجامعي بس يبقى فيه اهتمام وتعميق. صحيح. ويبقى المدرسه تعود يبقى فيها المسرح، لانه يعني ثمه اشارات الى فنانين كبار اتربوا في مسرح المدرسه ومسرح الجامعه. نعم. على الجانب الاخر يا دكتور، اكيد طرحتم افكار لتعظيم الفوائد الاستثماريه من المنتج الفني سواء موسيقي او درامي او مسرحي او سينمائي، واكيد سمعتوا افكار منها مثلا جلب الافلام الاجنبيه العالميه للتصوير في مصر، او بيع المنتج المصري بشكل مختلف ويتم ترجمته، يعني في افكار كتير. وطبعا احنا اشرنا في بدايه الجلسه يعني الى اهميه الجوانب الاقتصاديه في الصناعات الثقافيه، وانا حتى اشرت الى ارقام معينه يعني في كلماتي في بدايه الجلسه، انه هي بتشكل حوالي 6.1% من الاقتصاد العالمي دلوقتي، ينتج عنها حوالي 4.3 تريليون دولار في العام. يعني هي اصبحت الان، وانه الصناعات الثقافيه دلوقتي اصبحت من القوى التنافسيه في الاقتصاد. صحيح. صحيح. ده موضوع. صحيح. مهم جدا، وانه الاقتصاد لم يعد التنافس فيه قائم على التنافس في الاستثمار في مجال المادي والاستثمار في المجال التكنولوجي. احنا ينفع دلوقتي نقول انها بقت من الصناعات الثقيله. طبعا الصناعات الثقيله في مقابل بقى الصناعات الناعمه. صحيح. يعني في منتجات العقل. مزبوط. يعني الان التنافس بين الدول ليس فقط في الاشياء الصلبه. نعم. وانما ايضا في الاشياء غير الصلبه، السوفت، الاشياء الناعمه، منتجات العقل، الابتكار بكل انواعه، المنتجات الفنيه بكل انواعها، منتجات اللي احنا بنسميها المنتجات الرمزيه او الطاقات الابداعيه للشعب. يعني دلوقتي اصبحت جزء اساسي من تكوين الاقتصاد. نعم. انا بشكرك ومش عايز اعطلك عن الجلسه، وبشكرك على تلبيه دعوتنا واخذ هذا الوقت لشرح للساده المشاهدين ماذا يحدث داخل لجنه الثقافه والهويه في المحور المجتمعي. شكرا جزيلا الدكتور احمد زايد. في لقطة غريبة قوي او واقعة غريبة قوي حصلت، والحقيقة انا مش فاهمها. صحيح والله مش فاهمها. انتوا عارفين انه الدولة قررت منذ سنوات انها تعمل لفتة لطيفة وحضرية، الحقيقة لفتة لطيفة وحضرية
وراقية لتكريم الرموز والقيادات والعلماء والأدباء والفنانين والإعلاميين، الرموز الكبيرة اللي أفنت عمرها عطاء لهذا الوطن. فجهاز التنسيق الحضاري قرر انه يعمل اللفتة دي بشكل ايه؟ بشكل انه يعمل لوحة صغيرة، لوحة كده صغيرة قاعدتها خشبية وواجهتها نحاسية، قاعدتها خشبية والواجهة بتاعتها نحاس، قطعة من النحاس كده يتحفر عليها كلمة لطيفة او اسمها عاش هنا، ويتكتب تحتيها اسم اللي عاش هنا، ودي تروح تتعلق على البيت اللي عاش فيه هذا الفنان او هذا الاعلامي او هذا السياسي او هذا الاديب. كل الرموز الكبيرة لقطة لطيفة قوي، منها تاريخ ومنها تكريم ومنها وفاء ومنها كمان اعتبار لأسرة هذا الراحل الكبير انها تبقى دايما متشرفة ان بيت العيلة او كذا مكتوب عليه عاش هنا هذا الرمز او هذه القيمة الكبيرة. الواقعة غريبة قوي قوي اللي حصلت الحقيقة قوي. الاعلامي الكبير حمدي قنديل، الاعلامي الكبير الراحل حمدي قنديل، التنسيق الحضاري عمل له هذه اللوحة اهي، عمل له هذه اللوحة زي ما قلت لكم كده، قاعدتها خشبية ثم لوحة نحاسية على الوش مكتوب هنا، مكتوب عليها عاش هنا lived here حمدي قنديل، وولد في سنة كذا 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 ومات في سنة كذا كذا كذا. لطيفة قوي وجميلة قوي وحلوة قوي. ثم فوجئنا انه السيدة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي حرم المرحوم حمدي قنديل طلعت بتستغيث وبتشتكي وبتقول سرقوا اللوحة. عشان كده بقول لكم واقعة غريبة قوي قوي، يعني انا بجد مش عارف مين الحرامي طبعا، بس لو سمعني يا حرامي قول لي بجد فكرت في ايه وانت بتسرقها، يعني ايه الهدف؟ ولا هي سرقة من اجل السرقة؟ هي نطاعة من اجل النطاعة، غلاسة بس على خلق الله وخلاص، يعني لا ما لهاش قيمة الا عند اصحابها، هذه اللوحة او هذه النحاسة ما لهاش قيمة الا عند نجلاء فتحي واسرة حمدي قنديل بس، اي حد تاني ما لهاش قيمة عنده. هتبيع النحاسة مش هجيب لك حاجة، هتبيع يعني قول لي فكرت في ايه وانت بتغلس وبتفكها وبتاخدها وتمشي، الا بقول لكم اذا كانت غلاسه من اجل غلاسه زي العيال السمجه اللي بتمشي تجرح العربيات بالمفتاح، لا هي هتستفيد حاجه ولا تعرف صاحب العربيه، بس هي سخافه من اجل السخافه وخساره وتدمير كده، رغبه تدميريه بس. حاجه غريبه جدا جدا جدا، وانا بشكر وزاره الثقافه لانها يعني لبت استغاثه الاستاذه نجلاء فتحي الفنانه الكبيره، ونيفين الكيلاني وزيره الثقافه تواصلت مع الفنانة نجلاء فتحي وقالت لها بكرة هتكون عندك لوحة بدلها وتتعلق مكانها ولا تزعلي ولا أبدا. هي القصة انها فعلا تخص أصحابها، عشان كده أنا بفكر من دلوقتي بقى هعمل طقم حراسة على اللوحة بتاعت والدي الله يرحمه الإعلامي الكبير الراحل رحمة الله عليه أمين بسيوني، متكرمين التنسيق الحضاري وزارة الثقافة منذ سنوات من حوالي 3-4 سنين كلمونا وقالوا لنا احنا هنيجي عند بيت العيلة ونحط هذه اللوحة عاش هنا الاعلامي والاذاعي امين بسيوني رحمة الله عليه. فاذا كانت بقى الحاجات دي بتتخطف فتخيلوا هنحط حراسة على لفتة تذكارية لا تخص الا اصحابها، لكن معلش اقروا الفتحة لحمدي قنديل واقروا الفتحة لأمين بسيوني، وكلنا نقرأ الفتحة لأغلى الحبايب اللي فارقونا. يا مساء الورد على كل جمهور آخر النهار في كل مكان. فقرتنا الأسبوعية وأوف سايد، أستاذ تامر النهاردة ما شاء الله يعني شايفاه هادي فلازم أعصبه. عامل إيه؟ الحمد لله، انت مجرد وجودك بيعصب. لا يسعد، شكرا. الحمد لله يا استاذ تامر، كله تمام الحمد لله. ده انا حتى سعيده وجايه اقول لك مبروك بقى، لان انا كنت لحد بس النهارده الصبح قاعده بقول انا هقول لاستاذ تامر قرعه كاس عالم للانديه اتعملت، قرعه دوري ابطال اوروبا اتعملت،
قرعه السوبر الافريقي البطوله المستحدثه اتعملت. الدوري بتاعك فين؟ فالحمد لله النهارده انا سعدت جدا بالخبر اللي سمعناه ان يوم الاثنين اللي جاي لسه الساعه 6 مساء هيعملوا قرعه الدوري. توفيق ان شاء الله. العالم كله في توقف دولي على فكره بعد يعني خوض 4 جولات. ما عنديش اقوله لك الا انه يعني مسلسل التخبط المصري في اداره منظومه كره القدم بيواصل نجاحه الساحق، والموضوع اصبح ممل يعني بجد اصبح ممل. يعني وصلنا لمرحله ان احنا كنا متضايقين، وبعد المضايقه جه الغضب، وبعد الغضب جت الثوره، وبعد الثوره جه وبعدين وصل مرحله بقى ان احنا بقينا ملينا التخبط، وملينا اللا اداره والعشوائيه اللي بتدار بيها سواء لجنه المسابقات ولا الاتحاد المصري لكره القدم بشكل يعني بقى شكلنا وحش قدام العالم. زي ما انت قلتي كده دوريات العالم ابتدت والدنيا ماشيه والناس منتظمه، الناس بتاخد اجازه دلوقتي بتريح، توقف دولي، واحنا لسه مش عارفين هنبدا امتى والقرعه هتتعمل ازاي والتوقفات هنعمل فيها ايه ومشاركات الاهلي، والاهلي هيتاجل له ولا هيبدا حاجه. الحقيقه ما عنديش كلام اقوله، لان انا قلته 1000 مره، ويعني يا رب ليس لها من دون الله كاشفه، هي ربنا بس هو لوحده قادر على انه يجيب ناس عندها ابسط 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 علوم الاداره عشان تدير كره القدم في مصر. لسه انت بتقول دلوقتي مشكلتنا طبعا هتبقى كتير، لان الدوري الانديه رافضه ان هو يبقى دور واحد، وفكره دور واحد حتى لحد دلوقتي واضح انها مش هتتطبق، فهنخش في قصه طويله، والدوري هيكمل باذن الله الموسم اللي جاي يعني بنفس الطريقه. الاهلي بادئ الموسم وكانه بادئه من نهايته. يعني احنا في نهايه الموسم بنبدا بقوه، في نهايه الموسم بنبقى عندنا قوه في النهائيات، وهنا في مباراه اقصائيه، وهنا لا، ده هو بدأها بدري قوي. يعني يوم 15/9 طبعا ده السوبر مع اتحاد العاصمه الجزائري، وبعد كده خد عندك بقى مفيش رحمه. حقيقي الاهلي يعني هنمسك قرعتين اتعملوا مشارك فيهم الاهلي، نبدا بكاس عالم الانديه. الدور التمهيدي هيبقى المستضيف اللي هو نادي اتحاد جدة في مدينة الطائف السعودية، وهيبقى أوكلاند سيتي اللي هو كل الناس، وطبعا هو تاريخه كده للأسف بيدخل مشاركة كده شرفية وبيخرج على طول. طبعا. فالناس كلها بترجح اتحاد جدة يقابل الأهلي إن شاء الله. اتحاد جدة اتقابلوا قبل كده 3 مرات احنا عارفين طبعا، وفي ال3 مرات للأسف الأهلي ما سجلش ولا مرة فوز. تفتكر مارسيل كولر هيقدر ياخد طار الاهلي من اتحاد جده؟ ان شاء الله. طبعا بلاش طار عشان عشان لا، هي كره طار ماشي، بس انا بقول لك بلاش طار، ده وجهه نظري انا. ليه؟ لانه انا قلقان من الماتش ده، مش قلقان من نتيجته طبعا، يعني امال قلقان من ايه؟ قلقان من الارهاصات، المقدمات اللي قبل الماتش. وانا قلت اول امبارح ولا من 3 ايام لما طلعت القرعه ان انا ما كنتش احب ان الاهلي واتحاد جده يقابلوا بعض في الوقت ده في المرحله دي، عشان السخونه اللي حاصله دلوقتي ما بين فكره الكره المصريه والكره السعوديه. بعض الكلام اللي اتقال خلال الفتره اللي فاتت عن انه الكره السعوديه اهم ولا الكره المصريه اقوى، الديربي السعودي اقوى زي ما عمل الزميل الاعلامي السعودي، ديربي السعودي ايه مش عارف ايه، وزعل المصريين فالناس ردت ومش عارف ايه بتاع، والحمد لله ازمه وعدت بسرعه من غير مشكله. فعندنا دلوقتي حوالي 2 شهر لحد يوم 15 ديسمبر يوم ما يلتقي اتحاد جده مع الاهلي في ملعب الجوهره في جده. فانا اخشى من التسخين المبالغ فيه اللي يبدا من دلوقتي يصل الى درجه الشعلله قبل الماتش. عشان كده انا قلت لك بلاش كلمه طار، لان انا عارف ان الطار موجود في الكوره، بس في المباراه دي بالذات انا عايز الامور تمشي بسلاسه وهدوء، لانه القصه في النهايه مباراه لا راحت ولا جت. طبعا الاهلي هيموت نفسه عشان يكسبها، واتحاد جده هيموت نفسه عشان يكسبها، واحنا هنموت نفسنا في التشجيع الاهلي، والسعوديين هيموتوا نفسهم في التشجيع. كل ده تمام، بس في الاظهار المنضبط الاخوي، مش عايز الموضوع يروح لفكره حرب لفكره معركه، لانه كلنا هنخسر. انا اامل في جمهور الاتحاد انه فاهم يعني ايه قصه طار، انه لغه كرويه مش الفكره ان بس احنا ضمن في الاعلام دلوقتي ان احنا نهدي مش نسخن. أكيد. يعني في بعض الاحيان بتبقى الامور هاديه، فاحنا كاعلاميين نسخنها شويه، نديها شويه ايه شطه وفلافل ولا سبايس يعني اللي هي شطه وفلفل.
لكن في حاجات سخنه لوحدها فسيبوها سخنه، ما تسخنوها زياده عن السخنه، لان السخونه لما بتزيد بتعمل مشاكل. لا اكيد نادي الاتحاد طبعا او حتى الفرق السعوديه والفرق المصريه، انا بتكلم على الطرفين على فكره، اكيد اكيد جماهير هنا والجماهير هنا، جماهير الاتي وجماهير الاهلي، اهدوا شجعوا زي ما انتم عاوزين، اعملوا احتفاليه، اعملوا كرنفال، ورونا في المدرجات حاجه عظيمه، واللعيبه تورينا استعراض فني كروي عظيم، لكن في النهايه مباراه 90 دقيقه. جمهور الاتحاد دمه خفيف زي بالظبط، يعني تقريبا احنا بقينا شبه بعض في خفه الدم. اول ما ظهرت القرعه بدا جمهور الاتحاد يتكلم اللي هو الاهلي لا ده جمهورهم هيملى الملعب، يعني قد ايه عارفين ان جمهور الاهلي ده عملوا هاشتاج غلوا التذاكر السعوديين والله جمهور الاتحاد قال غلوا التذاكر عشان الاهلاويه هيشتروها والله حتى لو بكام هيشتروها. إيه؟ يا باشا الاهلي احنا الاهلاويه نبيع بيوتنا ونشجع الاهلي صحيح. الاتحاد هيدخل بس هيبقى ماتش حلو، هيبقى ماتش حلو، هيبقى ماتش حلو وكلنا مستنيين. مارسيل كولر ونونو سبيريتو سانتو المدير الفني نادي الاتحاد، اصل مارسيل كولر برضو ما هوش لا هيبقى ماتش حلو مش سهل. ما خد بالك الماتش صعب جدا على الفرقتين، صعب جدا على الفرقتين. وانا ضد طول الخط فكره الكعب العالي والاحصاءات اللي انت قلتيها دي مع كامل الاحترام للتاريخ، بس التاريخ عشان نقراه بس مش عشان نبني عليه خططنا. اكيد التاريخ ذهب مع الريح، الحاضر احنا اللي بنصنعه باقدامنا. طب تفتكر ما هو من ضمن التاريخ برضو ان في كاس عالم للانديه مع بيتسو موسيماني الاهلي فاز على نادي الهلال بقوته وعظمته 4 برضو تفتكر ماضي. تفتكر ممكن نادي الاتحاد يحط في الاعتبار نتيجه زي دي علشان ما يشيلش؟ لا ماضي زي ما هنا بقول لك تفوق نادي الاتحاد في المواجهات مع الاهلي قبل كده مجرد ماضي لا يؤثر 1% في الحاضر، كذلك مواجهه الاهلي والهلال ماضي، ولو الاهلي والهلال قبلوا بكره نتيجه مختلفه خالص، ممكن الهلال يكسب ممكن الاهلي يكسب عادي جدا، الماضي لقراءته واخذ العبر منه لكن مش للتاثير على الحاضر خالص. تمام. نادي الاتحاد زي ما قلنا مدجج داخل له الصفقات الجديده، فابينيو كريم بنزيما وجوتا الحمد لله ان صلاح ما راحش الحمد لله، بقي 3 ساعات على فكره. لا لا ده لو راح في 3 ساعات تخيل في الثلاث ساعات دي حصلت المعجزه. لا وصلاح مضى للاتي وهو اللي سجل الهدف في الاهلي، احساسك يبقى عامل ازاي؟ المسافه ما بين لندن وجده لندن ايه من 3 ساعات. ده جره قلم على ورقه. لا مش عنديش الكلام ده. ما عندكش ايه بقى تيجي من اي حد بس ما تجيش من صلاح. ما تجيش منك يا صلاح، ما تجيش منك يا صلاح. انا ازاي اعملها دي ازاي ماتش بشجع الاهلي ولاقي صلاح بيلعب قدامي؟ مش هقدر، مش هستوعبها. لا عادي انا اقول لك، مش شوف قوة مانشستر سيتي دي كلها، مين اللي بيعلم على السيتي؟ مين اللي بيرقص كل لعيبه ليفربول وصلاح؟ هو صلاح ما مش ليفربول والله ماشي. هو بيشوفنا ما تعرفش بيجرى له ايه، فالاحساس بقى هو بيسجل الهدف اللي هو الله يا صلاح حسبي ليه يا صلاح ربنا يهديك يا صلاح. بس ده السيتي، لكن انا بتكلم على الاهلي، الاهلي وضع مختلف خالص خالص. يعني احساسك هيبقى عامل ازاي؟ لا لا مش هينفع، لا لا مش هينفع. مش هينفع ايه؟ بقول لك احساسك هيبقى عامل ازاي؟ مش هينفع صلاح يلعب قدام الاهلي، مش هينفع. انا بقول لك اهو مش هينفع، والحمد لله انه الدنيا عدت خلاص. النهارده صلاح ابلغ ليفربول يعني لا ابلغ ليفربول خلاص من شويه انه باقي، قال كده، قال جمله حلوه قوي، قال لدي المزيد من العمل هنا في ليفربول. والله صلاح سايبنا بقى لنا 3 اسابيع نخبط ونرزع وهو بيتفرج على افلام. لا لا بس خلاص ويوم من شويه الرسمي من اتحاد جده قال كده فقدنا الامل في ضم صلاح في هذا الميركاتو. طب هنرجع تاني للاهلي والمعارك اللي داخلها في اول الموسم، بس هي حاجه عايز اسالك عليها. صلاح بعد رده ده وبعد كم اللعيبه الكبار، ما هماش لعيبه كبار في السن بس، لعيبه كبار كمان في انتاجيتهم في الملعب، وراحوا على المشروع السعودي. صلاح برفضه ده بالنسبه مش لينا احنا المصريين، لجمهور ليفربول، هيبقى اسطوره بتاعتهم زي طبعا. روبي فاولر وزي ستيفن جيرارد واللي هو هيفتكروها له طول الوقت. واعلى، انا النهارده قريت كلام لمشجع ليفربولي كاتب شعر، بس حقيقة ما عرفتش اجيبه هنا عشان بس كاتب صفحتين كوار كده، كاتب شعر في صلاح بعد ما تاكدوا خلاص ان هو قاعد، وابلغ اداره ليفربول وقال انا باقي، وقال تصريح انه لدي مزيد من العمل هنا في ليفربول لاتمامه. مش عايز اقول لك، مش انا قلت لك الاسبوع اللي فات انه بعد انباء قرب رحيل صلاح لاتحاد جده كانت الحانات والنوادي والشوارع والمقاهي في ليفربول كلها حزن. حزينه حزن. وفيها كابه، تحولت الى فرحه عارمه، مش بس فرحه عارمه وتقدير بقى. يا انت رفضت كل الاغراءات الماليه دي التي لا يمكن رفضها عشان خاطر ليفربول؟ لا ده انت هتتحط في حته تانية. تخيل انت كده يعني انت لا. وانا بقول لك هتشوفي اول مباراه لليفربول في انفيلد، ملعب ليفربول، الدنيا هتتقل، هتشوفي الجمهور هيعمل ايه مع صلاح. اكيد هتشوفي وفيما بعد كمان خلاص. بس هي اللحظه دلوقتي والناس سخنه، اول مره يشوفوا صلاح في انفيلد
هتشوفي استقبالهم ليها بعمل ازاي. نرجع لفريقنا اللي داخل معارك كتير قوي قوي. هذا هو قدر الكبار. صحيح. هذا حقيقة. قدر الكبار انه مفيش راحة، مفيش هدنة، مفيش استراحة، كله على وده، ولازم تبقى كفء وجاهز في كل المعارك حتى لو جت مبكرا عن موعدها. طب نادي الاتحاد هو الحقيقه قبل بس الاتحاد وكذا وانا بقولها جمله للتاريخ، انا حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي انا مش شايف منظر ولا شكل ولا معنى ولا طعم ولا لون لبطوله السوبر الافريقي دي. هي بطوله مستحدثه، مش السوبر الافريقي اللي احنا هنقابل فيه الاتحاد. لا، دوري السوبر، دوري السوبر اللي من ثلاث ماتشات ده. الحقيقه انا شايف ان هو حاجه كده يعني زحمه اتحشرت في النص بدون لازمه، بس عشان الاتحاد الافريقي يجيله فلوس بس. هو الفيفا بتقول لك ان احنا بنساعد افريقيا، ده كلامهم، بس هم طبعا مش بيساعد، هم ما هو فشل المشروع ده في اوروبا ورفضوه. مظبوط. احنا بقى الايه، الحيطه المايله، الحيطه المايله افريقيا، الحيطه المايله زي كده التجارب على الفيران هناك مش عارف ايه. لا 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 لا، والناس الكبار والانديه الكبار قالت لك مفيش كلام من ده ومفيش مش عارف ايه، قال لك طيب نروح بقى عند الغلابه دول نطبقه هناك. الاتحاد الافريقي طبعا عشان يماين الاتحاد الدولي وعشان يطلع سبوبه حلوه من بقى الرعايات والاستثمارات والاستضافات والمش عارف كده، قام حاشر البتاع في النص. لكن انا بقول لك ان هو مضر جدا 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 للانديه اللي هتشارك فيه، مضر يعني مضر مؤذي للانديه اللي هتشارك فيه، هيستهلكها وهيستنزف قواها وهيخليها تبقى مشتته ما بين المسابقات المحليه والبطوله الافريقيه اللي بجد وجايه في وقت سخيف وقبل كاس العالم. 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر حاجه يعني ملهاش 30. لا جزء. وهم 8 فرق بنظام الذهاب والعوده. يعني بس الاول اللي ان شاء الله يفوز باذن الله يبقى الاهلي. الجايزه بتاعه المركز الاول 2 مليون ونص. ما انا بقول لك هي قصه رقم برضه هي ما انا بقول لك هي قصه فلوس وفلوس، لكن على المستوى الفني والاستفاده الفنيه او تاثيره على مشوارك في الموسم، لا انا بقول لك تاثير سلبي مؤذي. طب نرجع تاني للاتحاد، رغم كل النجوميه دي شايف الاتحاد عنده نقطه ضعف؟ انت اكيد شفت ماتش الهلال والاتحاد في الدوري. مظبوط. شفت اي نقطه ضعف؟ انا شايف نقطه ضعف اساسيه في الكره السعوديه، الا وهي الكل بيهاجم بس. الكل بيهاجم بس. اه طب الهلال عنده كوليبالي جايبه من تشيلسي، ماليش دعوه دلوقتي باشخاصها، مش بحلل اداء فردي، بس الفرق عموما كل لعبها هجومي. بس انا بقول لك بصفه عامه متابعتي للدوري السعودي خلال كام الاسبوع اللي فاتوا ان في زخم هجومي واندفاع هجومي عامل حاله حلوه من الاهداف ومن غزاره الاهداف، ومفيش انضباط دفاعي، مش عايز اقول عند الكل بس عند كتير من الانديه حتى الكبيره. فبالتالي ماتشات زي ما شايفينها بتخلص 3 على 3 و4 3 و5 2 و1 مش عارف كذا ليه؟ لانه بقول لك في اندفاعات هجوميه بدون اتزان دفاعي. ماتش الهلال والاتحاد احنا انبسطنا بغزاره الاهداف، انبسطنا بالزخم الهجومي، بس الحقيقه مفيش حاجه كده، مفيش فرقتين كبار كده تبقى دفاعاتهم مفتوحه كده. الاتحاد يبقى كسبان 3 1، عمرك شفت فرقه كسبه 2 فرق 2 يعني؟ وشفت الجون الثاني ولا الثالث دخل فيهم ازاي؟ واحد على واحد ولا اتنين على واحد، الدنيا فاضيه ورا. كل اللي اعرفه ان الاتحاد حصل له ايه، خط الوسط بتاعه وقع، وطبعا دفاعه اساسا ضعيف مش مدعم. دفاع الاتحاد كان بيعمل ايه في نص الملعب؟ يعني انت كسبانه 3 واحد، الكلام ده يحصل لو انا مغلوب وفرق كتير، فانا بعمل بقى ايه؟ مجازفه. فاطلع واهجم واضغط الملعب عشان يا طابت يا اتنين عور. لكن انا كسبان 3 1، الشوط الاولاني خلصان 3 1، تيجي في لحظه ابص على الكوره تتلعب عاليه الاقي المهاجم لوحده وراه اتنين وخط الدفاع الاتحاد واقف على نص الملعب، بيعملوا ايه هنا؟ بيعملوا ايه هنا؟ يعني الطبيعي ان انا واقف بامن بهاجم، عرفت ازود الغله واجيب الرابع والخامس اهلا وسهلا، بس ما تبقاش دفاعاتي مفتوحه كده، وبعدين ندخل فيهم التاني التالت. ايه يا اخوانا ده؟ بتهزروا؟ المباراه خط الوسط وقع بعد خروج اهم عنصرين رومارينيو وكورنادو، دول لما خرجوا الدنيا كلها. حتى يا حبيبتي لو اتنين مكانهم اخر لعيب في الملعب بيعمل ايه هنا؟ اللي مكانه عند ال 18 بيعمل ايه هنا ومخلي الفدان ده لدرجه انه انفراد واضح وصريح. طب يعني ده معناه ان نقطه الضعف اللي انت شايفها عند نادي الاتحاد على الاخص عشان الاهلي اللي هيقابله الدفاع. الدفاع هجوما طبعا ولا كلمه، وبنزيما وحمد عبد الرزاق وحمد الله حمد الله وعالم عظيمه قوي، لكن الدفاع في مشكله لمعظم الانديه السعوديه.
طب الدخول الاهلي من غير مهاجم في المعارك دي حقيقي؟ الحرب العالميه الثالثه اللي احنا فيها دي، مين اللي قال لي ايه؟ هو فين المهاجم؟ ده العالم كله بيسال فين لدرجه واحد على السوشيال ميديا قال كلمه عجبتني قوي، قال يا جماعه كله شغال عشان المهاجم، حتى عم حارس الفيديو اللي بيشوفه المهاجم حلو بيفرواده لمارسيل كولر. عايز اقول لك مفارقه عظيمه، الا وهي الكل شغال على المهاجم الا امير توفيق. حاجه غريبه جدا، بس خلاص ما بقاش في وقت. والله حاجه غريبه جدا، زي ما انت قلتي كده، كل الجماهير الاهلاويه ال 100 مليون اهلاوي كلهم شغالين على المهاجم الا مسؤول التعاقدات. طب ما اقول لك على حاجه، انا المره اللي فاتت سالتك عن مسؤول التعاقدات امير توفيق، ما يمكن امير توفيق نفسه مجرد لجنه بتشوف اللاعب وبتقول له روح تعاقد فبيروح يتعاقد. مين؟ طيب. يعني دور اللجنه مش دور امير. لا. تحديد المهاجم هو دور اللجنه. على فكره ده مصر كلها حددت، هي اللجنه بس، كولر محدد واللجنه محدده والخطيب محدد واحنا محددين. مش شعر بيت. يعني بس عشان تفهمي بس السؤال. هي قصه في ان احنا مش عارفين نحدد، ما احنا محددين 10. هو المشكله ان هو ما عرفش يجيب واحد منهم، لا سوزا ولا موليكا ولا الثالث اللي اتقال لك البرازيلي اللي مش عارف ايه، كلهم محاولات بقت الفشل. ظهر اسم في 48 ساعه كوناتي، محمد كوناتي، وفجاه اختفى برضه الاسم. ما اختفاش ولا حاجه في اوبر دلوقتي. بص بقى، كل مره بتقولي على حاجه في اوبر. عارفه اوبر؟ عارفه اوبر، ولكن اوبر دلوقتي كان في مطار القاهره من ساعتين. بجد؟ انا بقول للناس اهو خلاص اطمنوا. انا بقى على فكره مع امير توفيق طمنوش غير لما تشوفه لابس التيشيرت الاحمر، ممكن يخلي اوبر يلف دلوقتي ويرجع ياخد مطار ويمشي. بس انا معلوماتي ان كوناتي كان في مطار القاهره من شويه، هو لعيب كويس، هيمضي بقى هيخلص مش عارف، الله اعلم، لان احنا شفنا ناس كتير شفناهم في مطار القاهره ولفوا ورجعوا. تابعت المباراه الوديه للاعيبه؟ يوم صلاه واحد وطلعوا من صلاه ثلاثه. والله اتمنى يا رب ان شاء الله خير. تابعت المباراه الوديه للاهلي اللي لعبها في المعسكر؟ تابعتها. ايه رايك؟ عظيمه جد، عظيمه. كولر ده دماغ. طبعا دماغ، احنا لسه هنقول. لا يعني الطريقه اللي لعب بيها والتشكيلات اللي غيرها والدفع بعض اللاعبين في اوقات معينه لا بصراحه دماغ دماغ حلو قوي. زعلوك شفته؟ لان في كلام كتير ناس عاجبهم قوي جدا الراجل جدا، ولد يجي منه قوي قوي يعني. بس ما ينفعش تعتمد عليه طبعا في الحرب العالميه الثالثه اللي الاهلي داخلها. الله، لو مفيش غيره هنعمل ايه؟ يعني لو كنت لف وسوزا ما جاش هنعمل ايه؟ وما انت كهربا انت عارفه مش مضمون، يوم يتوقف ويوم لا. لا هو اصل كهربا كمان جناح يعني، يتصاب ولا لا؟ لا يا ستي، حتى لو مش جناح بس هو كويس، وصلاح محسن كويس. بس زعلوك انا رايي ان هو اضافه مهمه. خدي بالك يا ولاء، عماد متعب لعب مهاجم اساسي للنادي الاهلي وعنده كام سنه؟ عشان الناس بتنسى بس تحديدا. لا انا مش عارفه الحقيقه كام. ما كملش 20 سنه. ما كانش لسه جاب 20 سنه وكان المهاجم الرئيسي للنادي الاهلي. ف اوعوا تاخده بالسن. زعلوك لو خد فرصه واثبت جدارته يبقى المهاجم النادي الاهلي، ايه المشكله؟ ده بالعكس ده حاجه عظيمه، ويبقى عندنا عماد متعب جديد ويكمل معانا 10 15 سنه. رايك نصبر عليه يعني ونديله فرصته؟ او نثق في الشباب بقى. طبعا نثق فيهم يعني، بس هم كمان يثبتوا نفسهم، مش نثق في الشباب وخلاص. في شباب ما كانش يستاهلوا يعدوا من قدام التتش. لكن زعلوك خامه حلو وتبشيره حلوه كده، خلينا نشوفه ويتجرب في ماتشات تقيله ونشوف ثباته ونشوف اداؤه وبتاع. لو اثبت نفسه ياخد فرصته ويبقى ان شاء الله المهاجم الرئيسي على كل الناس، ايه المشكله؟ هي بالكفاءه مش بالسن. اكيد اكيد طبعا. والا ما كانش جافي في برشلونه، العيال لعبوا ما عندهم كام سنه. صح. يعني حاجه كانت صدمه بصراحه. صح. مارسيل كولر اوين اسمه، كان اسمه مايكل اوين. مايكل اوين مهاجم من انجلترا، لعب كاس كان عالم، كان بيلعب في ليفربول ومانشستر يونايتد. لعب كاس عالم، لعب منتخب، مش بقول لك بقى لعب ليفربول ولا مانشستر. لا هو كان مانشستر بتهيألي يعني، وبعد كده راح ليفر، مش فاكر. كان سبب عداء كده بينهم، بس المهم زي يعني مشهور كده. امام اسمه ايه ده، مايكل اوين، لعب كاس عالم لانجلترا واحرز الهدف التاريخي اللي رقص فيه كل مدافع الارجنتين ده وهو عنده 17 سنه. 17 سنه كان اساسي في منتخب انجلترا وكان مان اوف ذا ماتش وجاب هدف تاريخي مارادوني، فمش بالسن. طيب لو دخل الاهلي من غير مهاجم برضه في موجود صلاح محسن. ما انا بقول لك اهو، هيخش بزعلوك وصلاح محسن وكهربا. ما هو ثلاث مهاجمين اهم، الا لو عم كوناتي راح مضى. هو في اوبر
نستنى. ما عنديش شك في قدرة الأهلي في الأداء والعطاء حتى لو من غير مهاجمين وحراس مرمى وخط دفاع. أي حد يلبس التيشيرت الأحمر في مهمة قومية زي بتاع كأس العالم دي هيموتوا نفسهم وهيأدوا أحسن أداء، فما عنديش مشكلة. أنا عندي مشكلة بس مع إنه حد يقول لنا العكوسات فين في القصة دي. يعني لا في في يعني في مش عايز ان شاء الله ما يبقاش فيها كوسات. خلينا طيب، مرسل كولر على فكره قال انه في المعسكر ده يعني ابدى راحته واعجابه انه لما عمل المعسكر اختلفت تعليماته للعيبه واستيعابهم للتعليمات دي في المعسكر، قد كده نفسيا اثر على اللعيبه. احنا اتكلمنا اعتقد الاسبوع اللي فات ولا اللي قبله، قلت لي ده سؤال حلو، احنا بقالنا كتير قوي ما سمعناش عن كلمه معسكر الاهلي. دي اول مره متهيألي كولر ياخد باله من ملامح اللاعبين. طول الوقت دوشه، كله بيجري بس. كله مش عارف ايه، الحق خش نام عشان بكره في ماتش، الحق عشان بكره في طياره. طول الوقت كولر من ساعه ما جه كده، دي اول مره يقعد ويشوف اللعيبه من غير التيشيرتات بتاعه اللعب، من غير الارقام على ظهرهم، يتكلموا مع بعض، يشوفهم بقى بقميص ينزلوا مع بعض يتكلموا مع بعض، ايه انت اسمك ايه بقى، عندك عيله عامله ازاي، طب بتشتكي من ايه، كلام بقى يعرف يخش معاه في نفسيته ويفهمه، يعرف يطور من فكره، يعرف يشربه تكتيك فني. كل ده لازم يتعمل في معسكر الاعداد اللي اول مره الاهلي يعمله من 6 سنين. الحمد لله انه تم واتعمل. طيب قلنا لقيتي برضو بسبب اتحاد الكوره، هو برضو مش بسبب الاهلي، بسبب ان اتحاد الكوره وجداوله البايظه هو اللي لضم 6 مواسم للاهلي خلاه جاب الارض. خلاه في فتره، في اخر فتره موسيماني اللعيبه ما كانتش عارفه تجر رجلها من على الارض. ده لسه ان شاء الله الموسم الجديد ربنا يعديه على خير، ربنا يستر يا رب. بس في ميزه دلوقتي، ايه هي؟ مختلفه عن الفتره بتاعت موسيماني. مع ايماني ان الموسم اللي جاي واللي بعده هيبقوا ملضومين وملزوقين والدنيا صعبه قوي، بس في ميزه في سكواد الاهلي، في قايمه الاهلي، خط الوسط. لا انه السكواد والقايمه كلها وطريقه كولر مخليه 30 لعيب جاهزين واي حد ينزل يسد. ده اللي قلنا عليه السنه اللي فاتت، ما وقعوش في اخر الموسم وقت الموسيماني، هم كانوا 11 لعيب، لو واحد منهم جاله شلل رباعي ينزل يلعب، وبعد تلتين الموسم وقعوا، مش عارف السوليه كان عنده درجه حراره 40 نزل اللي بيلعب، مش عارف الشناوي كان عنده شد بيلعب. ما في، هم ال 11 وهيلعبوا وبيكملوا، فاللعيبه جابت زيت. كولر الحقيقه عنده وفره الحمد لله من اللاعبين، وكلهم اكفاء وكلهم جاهزين، وينضم لهم كمان كريم فؤاد واكرم توفيق، فبقى عنده بدائل الحمد لله كتير. مرسل كولر والمعسكر، والحمد لله الاهلي بيعيش اجواء كويسه قوي قوي، وان شاء الله المهاجم يجي. تفتكر نفسيه اللعيبه هتتاثر بالاسماء المدججه اللي هتلعب قدامهم في نادي الاتحاد؟ مش هتتاثر. لعبوا قدام ريال مدريد رغم ان النتيجه ما كانتش في صالحنا، بس الاهلي عمل واحده من احلى مبارياته العالميه خصوصا في الشوط الاول قدام ريال مدريد، ولولا سوء التوفيق ولولا كره افشل اللي جاب بيها عصافير دي كان زماننا تعادلنا 2-2 وعملنا اداء ممتاز رغم الاسماء اللي كان بنزيما بيلعب ومودريتش ومش عارف مين وفينيسيوس. فينيسيوس ده لوحده فرقه اساسا، ومع ذلك الحمد لله الاهلي ادى اداء عظيم يعني. فالاهلي ما بيخافش، الاهلي ما بيخافش يعني. لو في حاله فوزه ان شاء الله على الاتحاد هيقابل مانشستر سيتي. لا سيمي فاينل ماشي بعد بطل امريكا الجنوبي. لا ساعتها خلاص احنا كده تمام. اه والله احنا انا احترمت قوي من يومين، قلت يعني مش هينفع يا جماعه ان احنا نتكلم عن مباراه مانشستر سيتي. لا او ان احنا نكسب اتحاد جده عظمه، نعدي السيمي فاينل، نخش نلعب على الفضيه او الفضيه. هنكمل موضوع مانشستر سيتي بس بعد الفاصل. براحتك. نطلع فاصل. ولسه مكملين معاكم، واستاذ تامر كنا بنساله عن مقابله الاهلي ومانشستر سيتي. يعني يا رب تحصل، لانه معنى انها تحصل انه الاهلي وصل للنهائي، لان اكيد مانشستر مش هو اللي هينزل لنا، احنا اللي هنطلع له. فلو حصلت ده يبقى الانجاز في حد ذاته، ان انت لاول مره تصلي الى نهائي البطوله كالنادي الاهلي رغم المشاركات الكتيره، لكن افضل انجاز ليكي هو البرونزيه، فعايزين نكسر البرونزيه على الاقل بفضيه رغم ان احنا طبعا احلامنا الذهبيه. لكن السيتي يبقى السيتي يعني، حتى لو هو مش في مستواه، حتى لو جوارديولا مش مركز، حتى لو اللعيبه ما جاتش، السيتي من عالم اخر بصراحه. جوارديولا الجولتين اللي فاتوا كان بيعمل عمليه في ظهره
وكان المساعد بتاعه هو اللي بيدير المباراة من على الخط تقريبا كده يعني، كانوا بيكسبوا بالزيادة. لا لا ما انا بقول لك يعني ما ينفعش تلعب اشباح، فلا هيبقى صعب قوي 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 قوي، بس بقول لك لما يحصل خلاص انت كده عملتي الانجاز ايا كان بقى نتيجه المباراه ساعتها، ده للتاريخ يعني، هتبقى فضيه يعني، فهتبقى حاجه عظيمه. حد لاقي نكمل بقيه الحرب العالميه مع الاهلي. الاهلي داخل بقيه بقى حربه العالميه الثالثه مع دوري السوبر الافريقي والبطوله المستحدثه، 8 فرق رايح جاي. اول مباراه القرعه جابته قدام سيمبا التنزاني، إذا فاز على سيمبا التنزاني بإذن الله هيروح يقابل صن داونز. حبيبنا بقى حبيبنا، ده اللي مكتوب يعني مكتوب على البطاقة. صن داونز مكتوب على البطاقة. صن داونز بقى عمال بيعمل إيه دلوقتي؟ بيدعم وجاب مهاجم من أمريكا اللاتينية. طول الوقت بيعمل كده. ولا وعمل حاجة كمان، اللي هو المدير الفني بتاع صن داونز حس إن الدفاع بتاعه هو اللي خسره في ماتش طبعًا الوداد العظيم اللي اتعمل قبل النهائي، تقريبًا كان قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا. فجاء لعب بخطة جديدة اللي هي خطة جوارديولا اللي بيلعب بيها، اللي هي 3-2-4-1، بحيث انه الثلاثة ورا يلعب بيهم ورا يأمن دفاعه اكتر كمان. فالقصة عمال ايه بسن سنانه كده للاهلي. ولو ولو على رأي عصام الشوالي ستظلون تدفعون ثمن الخماسية ابد الظهر يا صن داونز. الطار يا ولدي. تفتكر هيقدر يعدي ان شاء الله مين؟ الاهلي. انا بقول لك بمنتهى الامانه، انا البطوله دي كلها مش مقتنع بيها اساسا، مش مقتنع بيها ومش معتبرها، وشايف انها حشره ملهاش لازمه عشان سببت الاتحاد الافريقي، فهو بس عبء بدني وفني ووقتي على الاهلي، مش في وقته ابدا ابدا. احنا داخلين على بطوله افريقيه اللي بجد، وداخلين على كاس العالم للانديه، وداخلين على بدايه دوري وكاس في المسابقه المحليه. ما تصدعنيش بقى بطوله تحشرهاني في النص كده وتقول لي لازم تكسبها، يعني عبء ذهني وعصبي وفني كبير قوي قوي. مش بس لعيبه الاهلي اللي راحوا المنتخب المصري الاول، ده كمان المنتخب التونسي، المنتخب المالي، ومنتخب جنوب افريقيا، الاثنين ثلاثه مصممين على لعيبتهم. يعني ممكن يدخل بقى الاهلي كده من غير بجد لعيبه كتير قوي. لا لا لا، هيرجعوا ان شاء الله. المنتخب الاولمبي قال ان بعد ماتش روسيا لعيبته هترجع، وبعد التوقف الدولي بيرسي تو راجع لا يعني ان شاء الله يوم 15 الاهلي هيبقى بقوامه. انت عرفت طبعا ان المنتخب قرر يريح صلاح في مباراه اثيوبيا. مظبوط. يعني حسيت وقتها صح. انه لا صح جدا صح جدا، الراجل ده بيفكر صح. اولا العبء الضغط العصبي دلوقتي على صلاح كبير قوي، مباراه اثيوبيا تحصيل حاصل، فبالتالي يعني يبقى مش عدم الذكاء ابدا. ما هو ده اللي كان بيقوله بقى النادي الاهلي على لعيبته. لا صلاح وضع مختلف، صلاح العالم كله كان بيضغط عليه فعنده ضغط عصبي شديد اكيد، فمش وقته دلوقتي ان انت تحمل عليه. لكن لعيبه الاهلي لسه جايين من اجازه ومعسكر، وكانوا بيركبوا عجل في النمسا وبتاع، فالدنيا لطيفه. قبل ما نسيب الاهلي طبعا ونروح لموضوع تاني، لازم ان شاء الله نتمنى السلامه لكابتن محمود الخطيب، لانه طبعا بعد ما عرفنا انه جات له دوخه وكان في الجيم ووقع وللاسف اتخيط غرز، فان شاء الله ربنا الف سلام عليه. طبعا خطيب جبل ويستحمل ان شاء الله. نروح بقى لمصطفى محمد. مصطفى محمد عامل شغل حلو قوي في الدوري الفرنسي مع فريق نانت، الراجل 4 أهداف، تاني هدافي الدوري الفرنسي حاليا بعد كيليان امبابي. بس الغريبه ان مصطفى محمد طول الوقت مفيش عليه سبوت اعلامي، تركيز اعلامي. تفتكر ده معاه ولا ضده؟ يعني ان هو معاه الاعلام وبيقول اللي بيعمله اول باول وحركاته وتحركاته، ولا ده افضل له ولا ده ظلم له؟ لا افضل ولا ظلم، الاعلام يذهب حيث الحدث. مصطفى محمد هو اللي ظلم نفسه لما سافر ولم يكن بالمستوى الجيد في البدايات، فبالتالي الاعلام غصب عنه انصرف عنه الاعلام حتى المحلي. انا فاكره اول كام هدف كده كنا معاه هدف بهدف، كان كل يوم ومواقع وبتاع والاخبار، والنهارده مصطفى عمل كذا وكذا. لما لقيناه مستواه بيتراجع وابتدى من ان هو بيلعب اساسي الى انه بقى جليس الدكه كذا، وبعد كده تم اعارته من بشكتاش مش عارف ايه، وعدم استقرار في الفريق اللي هيروح له. الاعلام احنا بنشتغل في الاعلام، انا مش انا اللي بصنع الحدث، اللاعب هو اللي بيصنع الحدث وانا اللي بغطيه له او بنور عليه. فلو انت ما صنعتش الحدث انا هنور ايه؟ فدلوقتي مصطفى اهو اجبرك على ان انت تتكلمي عنه. طبعا صح، كنت بتكلمي عنه قبل كده؟ لا. ليه؟ ما كانش بيعمل حاجه. بس لما بيعمل حاجه اهو، ولو استمر يفضل يعمل الحاجه دي طول الوقت هتفضلي تتكلمي عنه، فبالتالي هيبقى لو استمر بنفس القاعده. تفتكر في منتظرين صلاح جديد في اوروبا؟ لا. ليه؟
صلاح استثنائي، بس مستنيين حاجه كبيره في اوروبا، زي ميدو لما عمل شغل كويس في اوروبا، زي زيدان لما عمل حاجه كويسه في اوروبا، مصطفى محمد ان شاء الله يعديهم ويتفوق عليهم كمان. بس المقارنه بصلاح تظلم اي حد تاني، صلاح استثنائي وربنا صارف له حاله مختلفه، فما تقارنوش حد بحد. طب انا نفسي اسال عن لاعب هو لاعب مجتهد قوي، بس ليه ما عملش نفس، مش بلاش صلاح يعني، انا قلنا صلاح استثنائي وربنا عامل له حاله زي ما قلت كده، تريزيجيه الراجل ده مجتهد جدا، بس ليه تفتكر ما وصلش لمستويات عاليه قوي من الشهره في اوروبا؟ عشان مجتهد بس. طب ودي بتحتاج ايه؟ بتحتاج كاريزما، بتحتاج توفيق. هو مفتقد شويه للكاريزما، والتوفيق مش 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 في افضل حالاته معاه، لكن هو مجتهد كويس، وعشان كده ربنا كرمه بالليفل ده. فاضل بقى شويه كاريزما مع شويه توفيق يروح في حته ثانيه. مش بايده صح؟ مش بايده. التوفيق والكاريزما دول من عند ربنا. ربنا هيقول امتى اصرف لك حاجه او انت كده حلو، وفي كل الاحوال احنا راضيين، تريزيجيه ممتاز الحقيقه، ومن افيد اللاعبين لمنتخب مصر. يعني رغم ان هو اوروبيا يمكن مش مكسر الدنيا قوي، بس من اهم اللعيبه اللي بتيجي تشغل وتحرك منتخب مصر. اكيد ربنا يوفقهم كلهم يا رب ان شاء الله. نروح بقى للمنافس التقليدي للنادي الاهلي وهو نادي الزمالك. لما ان شاء الله هتستقر الامور ويبقى في رئيس للنادي واداره، هيعيش الجمهور بقى حاله افضل من اللي بيعيشها الفتره دي او الموسم اللي فات ده كله؟ شايفه ايه؟ ولا يعني لا، ما هو اصل ساعات بتلف كده في دايره مغلقه. صح، تفضل تلف في دايره مغلقه طول ما انت ما بتغيرش، طول ما انت ما بتصلحيش، طول ما انت ما بتبتديش. اول ما هو نقف ونرتب البيت ونحط الاسس ونشتغل صح، تتكسر الدايره المغلقه ونمشي في مشوارنا مظبوط. فاتمنى ان تكون دي البدايه اللي احنا متمنينها لنادي الزمالك. يا رب ما نرجعش في الدايره المغلقه تاني، لان جمهور الزمالك الحقيقه مش مستحمل. لا حقيقي مش مستحمل. لا 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 مش مستحمل. لا لا بصراحه. والدوري محتاج الزمالك. الدوري بس. كره الرياضه المصريه محتاجه الزمالك. ده قطب من الاقطاب وضلع من الضلوع المهمه جدا، ما ينفعش استغناء عنها. خلينا نروح للمدير الفني بتاع الزمالك. الراجل عنده خطه وعنده شغل وبيلعب بشكل يعني حلو قوي، شكل الستايل كده الفريق وهو بيلعب مع سوريو حقيقي بيختلف. الراجل ده مظلوم في اللي هو فيه ده كله؟ طبعا اي مدير فني حتى لو عبقرينه، ابسط الاحتياجات اللي هو محتاجها استقرار اداري في النادي اللي بيدربه ومالي. طبعا فتخيلي بقى ان مدرب كويس شغال من غير استقرار اداري ومن غير استقرار مالي، فبيحارب لوحده، فعشان كده هو بصراحه بطل. يعني زيزو برضو لسه نادي الشباب لا خلاص من وقت للتاني كلام كده. النهارده بيتقال انه خلاص الشباب صرف نظر وتعاقد مع مدافع اعتقد برتغالي او حاجه كده بفلوس كتير، وقفلوا الباب القيد خلاص. وزيزو متهيألي كمان قال اعلن ان هو يعني عارف انه في الزمالك في ازمه، فمش من الحكمه انه يتركه دلوقتي. يعني طيب في ازمه نقول تكتيك وفنيات ملعب، لكن في ازمه ماديه ممكن بيع زيزو يفرق كتير قوي. انت شايف انه كان بيعه كان يبقى افضل؟ لا، لانه حتى لو هيجيب فلوس كتير يقدر يشتروا لعيبه ويقدروا يسددوا المستحقات. ما هو اكيد بيعه هيجيب فلوس كتير، بس انا مش من انصار الحل السهل. حل السهل ابيع زيزو، ابيع فتوح، وابيع مش عارف جزيري، وابيع مش عارف كذا، واصرف على الكوره وكده تبقى زي الفل. هي ان انا هيبقى الفرقه فاضيه عندي. الحل ان انا اصلح البيت وادور على استثمارات وادور على موارد واحافظ على فرقتي ولصمها عشان اعدي بيها الازمه. والا اسهل حاجه في الدنيا لما تتزنقي بيع الاصول اللي عندك واقعدي على باب الله. بس والله الزمالك حلوه في ناشئينها، يعني هتطلع ناشئين تاني وهتطلع. لا لا انا مش من انصار البيع اطلاقا كحل سهل للازمه الماليه. الازمه الماليه في اقتصاديين وفي استثماريين وفي ناس بيفهموا يعرفوا ازاي يعملوا موارد وازاي يعملوا دعم، والزمالك مليان بقدرات واصول يمكن استثمارها وتجيب فلوس ممتازه. يا رب. الزمالك مش صغير ولا قليل ابدا يعني. احنا بنتمنى ده اكيد. تعالى بقى نروح للدوري الانجليزي. بعد ما عدى 4 جولات اكيد كده يعني خدت كده بالصدفه كم مباراه اتفرجت عليهم مثلا، يعني مانشستر سيتي صاحب اللقب شايفه هيقدر يكمل ويحافظ على لقبه، ولا في فرق لفتت نظرك حسيت ان هم لا والله الفرقه دي بتلعب حلو هتكمل، الفرقه دي ممكن
في فرق لفتت نظري، بس ده ملوش علاقه على انه مانشستر سيتي في حته ثانيه. يعني لسه هو الافضل؟ لا مش هو الافضل، هو في حته ثانيه. في فرق، الافضل دي لما يكون في منافسه، لما زي السنتين اللي مثلا اللي فاتوا كان ليفربول ومانشستر سيتي، وبعدين السنه اللي فاتت كان ارسنال ومانشستر سيتي. كنا بنتكلم على ايه؟ انه لا مانشستر سيتي افضل شويه، هو اللي هيكمل، هو اللي السنه دي مفيش مقارنه. ارسنال ماشي كويس قوي، نيوكاسل ماشي كويس قوي، نيوكاسل فاجئني، توتنهام ماشي كويس قوي احسن من كده، وتوتنهام ماشي كويس قوي، توتنهام معاه ليفربول نسبيا ماشي كويس قوي. ليفربول طب اكمل بس بالراحه. لا لا ثواني، ماشي كويس قوي. طب اتفضل، عمل ايه ليفربول؟ المستوى والاداء اللي بيتقدم، النتائج، انا بتكلم عن النتائج عامله ايه. ده ما شاء الله العيال في خط الوسط، الصفقات الجديده مش فاهمين صلاح وهو يعني في الملعب. النتائج يا بابا، النتائج وحشه ولا معقوله؟ معقوله، معقوله صح. ارسنال النتائج وحشه ولا معقوله؟ لا كويس. توتنهام النتائج وحشه ولا معقوله؟ حلوه جدا وفي العالي. تمام، يبقى احنا بنتكلم على فرق باديه بدايه كويسه، ومفيش حد في الدنيا بيكسب على طول طول الوقت، وطبيعي اكيد اكيد كل ده كوم. والسيتي السيتي بيكسب بس ما عندوش منطق الكره مكسب وخساره، ما بيعرفش الخساره، بيكسب بس، واداء فارق عن اقرب منافسيه بمسافه كبيره، فهنا مفيش منافسه. يعني للاسف مانشستر سيتي افسد متعه الدوري الانجليزي. حولها دوري شركات؟ مش دوري شركات، حولها بطوله محسومه. اصل ده مصطلح بيتقال في الاعلام الغربي، بيقولوا لجوارديولا اول ما جه كانوا بيقولوا مرحبا بك في دوري ليس به غرناطه، علشان تحسم الدوري في الكلاسيكو، ولا في بايرن علشان تقدر تحسم قبلها بكام اسبوع. خدي بالك اللي كان بيتقال على انه اقوى دوري في العالم الدوري الانجليزي. ليه؟ علشان فرق صغيره وفرق كبيره وبيقطعوا في بعض طول الموسم. لا مش بس بيقطعوا في بعض، علشان المنافسه على القمه رباعيه وخماسيه وساعات سداسيه. صح مزبوط. فدي كانت قوه الدوري الانجليزي، مش عشان الصغير بيكسب الكبير. لا. بس عشان في كوكبه كده من الانديه ما حدش تتوقع من البطل لاخر لحظه، وكله بيكسر في بعضه، والمنافسه بتبقى حلوه لحد الاسبوع الاخير، حتى على مستوى مش الدوري بس، المقاعد بتاعت الشامبيونز ليج. حلو تمام، ده انتهى. تحول الدوري الانجليزي دلوقتي او بيتحول الى الدوري الفرنسي، اللي الناس عارفه ان باريس سان جيرمان حاسماه من الاسبوع الاول، زي الدوري الالماني اللي بايرن ميونخ جافي، زي الدوري مش عارف كذا، زي الاهلي اللي الناس ما بهزرش والله. لا بس لسه بدري على الدوري الانجليزي اما يبقى فرنسي، ده صعب. انا بقول لك اهو اللي حاصل دلوقتي، ان في مسافه كبيره، ارسنال مهما هيشد هيقع ماتش ماتشين، خلاص الفرق هيبقى 6-7 نقط، انتهى الموضوع. السيتي ما بيقعش، لا قدر الله. لا انا مش بقول ده تشجيع، انا بحلل لك الموضوع، ما بيقعش. فافقدني انا متعه المتابعه. معلش انا لازم اتفرج. انت بتهزري؟ لا والله مش جاي اهزر، بس اللي هو مش للدرجه دي. لا على فكره انا متوقع ان توتنهام ممكن تقرف مانشستر سيتي، متوقع ان مانشستر سيتي ممكن يخسر مباريات في نص الملعب. لا مش بحشي كلام. انا بقول لك، طب انا بقول لك انه ممكن يقع في نص الموسم. ايه علاقه توتنهام بمانشستر سيتي؟ ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ممكن يقع في نص الموسم اللي انت بتقول عليه ما بيقعش، ده ممكن يقع في نص الموسم عادي جدا. حتى لو وقع في نص الموسم ماتش تخيلي، هيكون الفرق الثانيه الفرق بينهم وبينه 10 نقط 20 نقطه. ماشي خلاص، انا بتفائل بيك والله. ما في مالهاش علاقه بالتفاؤل يا بابا، مش تشجيع هنا، احنا بنحلل. السيتي افسد متعه الدوري الانجليزي، بس مالهاش علاقه بقى دلوقتي مين بيشجع مين. ليه؟ لان المتعه قائمه على المنافسه. انا بقول لك مش انا اهلاوي. ايوه الاهلي لما بيكون في سنين فارق ومفيش منافسه من الزمالك ومش كذا، رغم ان انا اهلاوي فرحان بالدرع، بس ما بقاش مبسوط انا بتفرج على الدوري، لان الدوري محسوم. غير لما يبقى الاهلي وبيراميدز وفيوتشر وبتاع ومش عارف كذا، اكيد طبعا هبقى بشجع فرقتي، بس مبسوط من سخونه. لا انا فاهمك جدا، دوري صاحب الفريق الواحد ما بيكونش ناجح، فمالوش علاقه مين بتشجع مين. بس سبحان، انا مش بتكلم بقى دلوقتي، ما تقوليش تشجيع، سبحان الله. كان زمان دلوقتي انتوا لسه مين؟ انتوا لسه طالعين اول امبارح. ارزاق بقى. التدعيمات وجوارديولا ومع الفلوس يعملوا كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله، شكرا. طيب انا قبل ما امشي، خلاص خلصت، عايزه منك حط لي تشكيله بس تخيليه للنادي الاهلي في المباراه اللي جايه. بس عايز مين يلعب في الدفاع؟ عايز مين وسط؟ عايز مين؟ طب خط الهجوم بس حتى لو ما فيش. لا لا ما فيش، هي افتكري اخر ماتش رسمي للاهلي وحط التشكيله. حتى محمد متولي، محمود متولي حتى بعد ما اتصاب، هو اصلا كان مصاب حتى في اخر الموسم. افتكري اخر ماتش رسمي الاهلي لعبه وحط التشكيله. هي كوبي بيست، مفيش لعيبه هتغير.
هو هيكمل بقى على فكره محمود متولي كده بسبب اصابته شد جات له في الخلفيه. لا ما احنا الشهيد محمود متولي ده احنا خلاص ما عارفين ان هو عايش معانا. مش كان لازم الاهلي يدعم الخط ده؟ لا لا يعني ولا هيتاقلم مع اصابته يعني؟ ما انا بقول لك احنا واخدين عليه من ساعه ما جه بيلعب ماتش وبقى اصاب، فاحنا حابينه ومبسوطين بيه وبيتعالج معانا وزي الفل، ما عنديش مشكله معاه، وغرفته حلوه معانا من ساعه ما جه وفي مكسب وبتاع، بيلعب ما بيلعبش مش مهم، فاحنا راضيين. ربنا يوفق يا رب. انا بشكرك. نورت يا ست البنات. شكرا يا فندم. بعد الفاصل فقرة السوشيال ميديا هسيب حضراتكم دلوقتي مع الحصاد الأسبوعي اللي احنا بنجمل فيه نشاطات وجهود وإنجازات قواتنا المسلحة الباسلة. جهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة المصرية من أجل حفظ الأمن محليا وإقليميا ودوليا، جهود من بينها أنه على مدار الأيام القليلة الماضية حققت اللاعبة ملك خالد مصطفى إسماعيل لاعبة نادي المؤسسة الرياضية بالهايك ستيب المركز الأول، وحصدت الميدالية الذهبية بعد مشاركتها ضمن قوام المنتخب القومي للخماسي الحديث ببطولة إفريقيا التي نظمت فعالياتها بجمهورية مصر العربية، ونجحت اللاعبة بذلك الإنجاز في حجز بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024، وكذلك المساهمة في تحقيق مصر للمركز الأول على مستوى البطولة الإفريقية لفرق السيدات. وفي سياق متصل حقق لاعب نادي طلائع الجيش اللاعب عبدالله ممدوح حنفي إنجاز رياضي جديد للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في مسابقة وزن 75 كيلوغرام بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومي للكاراتيه المشاركة في منافسات بطولة إفريقيا تحت 21 عام والتي أقيمت فعالياتها بمدينة كازابلانكا بالمغرب. وساهم تحقيق ذلك الإنجاز في تصدر اللاعب للتصنيف العالمي لميزان 75 كيلوغرام، كما حقق لاعب المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين ضمن البعثة ذاتها 11 ميدالية متنوعة، 5 ذهب و5 فضة وميدالية برونزية من إجمالي رصيد البعثة المصرية، والذي وصل إلى 37 ميدالية، مما أسهم في حصول مصر على المركز الثاني بمجمل مسابقات البطولة. وفي وقت سابق انطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، والذي تستمر فعالياته حتى 14 من سبتمبر بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة، فضلا عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضا للأسلحة والمعدات المشتركة في التدريب، معربين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول. كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض احتفالا ببدء فعاليات التدريب. وفي إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء وتقديم الدعم اللامحدود لأبناء سيناء الحبيبة وكافة محافظات القناة للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن، نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 171 لعام 2022. أعقبها عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية تناول استعراض جهود القوات المسلحة ومشاركتها في عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد مسك الختام دايما اخر فقرات الاسبوع يوم الخميس فقره السوشيال ميديا، وليا كلام معاها بس لما نرحب بيها الاول. بس مايا البيضة الصديقه العزيزه، ازيك يا جميل، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، انت اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. اخبارك في الجو الجميل ده ايه؟ جو عظيم، جو عظيم، فاضل درجتين على السلق نحن نتسلق ونتشوي يعني، بس الحمد لله. هي عشان الناس تجرب بقى كده شويه كده، واضح انه مش عايز يودعنا الا يعني وهو بيسلم سلام مربع عشان محدش ينساه بقى. لا ما بننساهوش، بس هو يتكل على الله بس يا رب يا معين. تعالي لي هنا يا استاذه.
ايوه ايه الشياكه دي؟ شفت ايه رايك؟ حلوه بجد وعامله تيشرت. انت عامله تيشرت باسم الفقره؟ لا مش انا اللي عاملاه خالص. ده انا كنت لسه هقول لك ازاي تعملي نفسك بس. لا ما انا هقول لك بقى دي مفاجاه. قولي. في بنوته اسمها ريتاج سليمان عمرها 15 سنه عامله لنفسها صفحه كده لذيذه على انستجرام. البنوته دي في القاهره. حلو. البنوته بقى من اشد المعجبين بحضرتك وبفقره كلام بالترند وبما اني انا يعني بشاركك في الفقره دي فراحت كده هي بتنتج الحاجات دي يعني هي اللي عامله التيشيرتات دي عبر صفحتها دي وراحت قالت لي ايه يعني يعني مفاجاه بسيطه كده من البنوته دي ليا انا لحضرتك. الله جميله قد ايه. طب اشمعنى انا كهرباء يعني؟ كهرباء عشان حاجه بتكهرب الجو. و الله تامر امين. ف اثبتي كده اثبتي كده. الله ايه اللي بيها؟ الاستاذ تامر اللي بايه بيكهرب الاجواء. هي دي تنفع كمان لكهرباء قوي لعيب كهرباء. جميله. حلوه حلاوه. ثانيه واحده بس. ايوه خلاص كده تمام شكرا. تسلم ايدها. بنوتة عندها 15 سنة. ايوه هي اللي عملت التيشيرتات دي. هي اللي عاملاها ويعني اشتغلت عليها وطبعا ده شفت بقى لما حد بيحب حد بيهديه بقى بحاجات حلوه ازاي. الله بجد يعني لا ذوق حلو يعني. طبعا انا مبسوط جدا 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 ان احنا لينا معجبه جميله كده وواحده من الفانز للفقره دي حاجه تسعدني جدا جدا طبعًا. جدا بس انا سعادتي الكبيره ان بنوتة عندها 15 سنة هي اللي عارفه تعمل. اصل خد بالك ده انتاج ده انتاج اكيد نهائي طبعا كامل. تمام فينش حلو وشكله حلو والخامه كمان حلوه. والله انت لما دخلتي بقول لك ايه الشياكه دي ايه التيشيرت الحلوه دي شفت يعني مش بس كنت بغلس لا لا لا, لا مش مجرد تيشيرت عن فقره لا, لا يتخرج بيها حلوه. لا جميله وبعدين هي الفكره كلها ده بياكد قد ايه احنا فقرتنا خفيفه ولطيفه ورغم انه البنوت عمرها 15 سنه يمكن نلاقي كمان 14 عشان احنا الفقره لايت وخفيفة وليها مشاهدين كتير. بس احنا ما كناش ببيهات ده انا كنت 15 سنة ده يا ريتاج انا كنت قاعد بلعب مكعبات ساعتها كنت بلعب بازل كنت بلعب نط الحبل مع على في السلم مع السلم مع اصحابي مش بعمل انتاج وقعدت خط الانتاج وبطلع تيشيرتات بسم الله ما شاء الله. الزمن بيتغير هي الطموحات. طبعا احنا عندنا ما شاء الله تحس ان الاطفال من عمر 3 سنين اطفال ايه بقى دي 15 سنه لا انا بحكي لك من عمر سنتين وثلاثه اصبحوا بيعرفوا يتعاملوا مع السوشيال ميديا صحيح. والموبايلات يعني احسن مني ومنك بسم الله ما شاء الله. اولا حلوه قوي عليكي ميرسي كلك ذوق. ثانيا يا ريتاج يا قمر انت مليون بوسه ليكي وربنا يخليكي لينا وتحياتنا للاسره وميرسي جدا 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 على التيشيرت هديه مقبوله وهغلس عليك زياده. انا عايز واحده سودة كمان زي بتاعت مايا خلاص يعني هاخد دي طبعا هلبسها وهقتنيها بس كمان انا عايز واحده سودة انا ومايا عشان احنا الاثنين نطلع مره كلام في الترند كلام في الترند. خلاص عايز واحده مقاسي حاضر بنفس اللوجوات ونفس الشكل. مفيش تسلم يا ريتاج ربنا يخليك وانا عن نفسي بشكرك وبقول لك تسلم ايدك شكرا. نخش على صندوق الدنيا. صندوق الدنيا مليان حاجات كتير جدا. أنا عايزة أسأل هو إيه مفهوم حضرتك عن الجمال غير بقى جمال الطبيعة وجمال الوطن وجمال الأخلاق وكده؟ هل في جمال يخص السيدات وجمال يخص الرجال؟ يعني هل في سمات كده بتميزهم عن بعض؟ طبعا. هل أنت مع فكرة أنه الجمال هو هنا بقى اللي يتكلم ونعمله مسابقة فعلا؟ أنت بتتكلم عن مسابقات ملكات الجمال؟ تمام. يعني انا مش من انصارها قوي لانها الحقيقه كلها يعني هكس فاكس يعني ما بتحققش الهدف منها مثلا. لا هكس فاكس ومعاييرها انا مش معترف بيها وبالتالي نتائجها مش معترف بيها لكن هي حاجات بتتعمل من اجل المشاريع الاقتصاديه يعني مشروع كده المنظمين بيعملوه زي مثلا مشروع سياحي يعني ده هنا كده هو مشروع من اجل الفلوس ماشي من الاخر يعني فبالتالي وسبونسرز ورعايات وشغل ويعني كلام بيزنس اكتر منه فكره البحث عن الجمال دي لانه يعني مين اللي يقول ان في معيار للجمال بجد؟ خصوصا الجمال هتقولي جمال خارجي ولا جمال داخلي؟ وهتقولي الجمال الابيض ولا الجمال الاسمر؟ وهتقولي الجمال الطويل ولا الجمال القصير؟ والجمال الرفيع ولا الجمال التخين؟ ايوه وهتقولي الجمال بانهي ذوق؟
انا اللي اشوفه جميل انت ممكن ما تشوفوش جميل، واحنا بنبقى ثلاثه رجاله قاعدين واحده معديه واحد يشوفها حلوه واتنين يقولوا له ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده، والعكس بالعكس، والستات كذلك تشوفيني وسيم وواحده ثانيه تقول لك ايه السخافه دي والسماجه دي. مفيش مقياس ومفيش معيار، فكره المسابقه على الاجمل كلام عمري ما اقتنعت بيه. طب ايه بقى الموضوع؟ اول محجبه في مسابقه ملك جمال مصر تثير جدلا واسعا. ما كنتش متوقعة النقد، أول محجبة في تاريخ مسابقة ملكة جمال مصر، مش بالشكل، ما ينفعش نحكم على الإنسان من لبسه. أنا عايزاك تشوف الصورة بتاعتها. هي بنوتة جميلة طبعا، عمرها 28 سنة، طبيبة في الدم والأورام. وهي قبل كده ما كانش بيتفتح باب إنه يبقى يعني يبقى فيه محجبات، لكن أول ما اتفتح الباب ده قالت طب خلاص انا عايزة اقدم واشترك، وتم اختيارها تبقى الوصيفة الثالثة. وبتقول انه انتوا يا جماعة الوحيدة المحجبة اللي تم اختيارها وتفوز في المسابقة بلقب تتعرض للانتقادات، في حين انه على الصعيد الاخر كان بيتم انتقاد المتسابقات بسبب العري وارتداء المايو واللبس المفتوح، ولكن ما ينفعش نحكم على الانسان من لبسه. ايه رأيك في الحدوته دي؟ انا هسالك سؤال. اتفضل. واحترم رايك ايا كان. انت عندك بنات؟ اكيد طبعا. عندك بنوته؟ عندي بنات. عندك بنت؟ ايوه. طيب سنها كام سنه؟ لا عندي 22 وعندي 9. ما شاء الله ما يبانش عليها وعندي خالص. سوسه سوسه ودورومه. ما يبانش عليها خالص ان عندها ولاد كبار كده. وعندي 5 سنين. طيب البنوته الحلوه بنتك اسمها ايه؟ حنين. حنين عندها 22 سنة. ربنا يفرحك بيها يا رب وينجحها. تحب انها تشترك في مسابقات ملكات الجمال؟ بص هي وجهة نظري. انا بسألك انت. ما انا وجهة نظري هي لو تحب انا هخليها. هتخليها تشترك؟ لو هي حابة وعارفة ابعاد الموضوع. ماشي. خلاص؟ انا قلت لك هحترم ايه؟ رأيي. رأيي. انا رأيي العكس تماما. انا لو بنتي جت قالت لي يا بابي او يا بابا او يابا ايا كان المستوى الثقافي يعني والاجتماعي، وقالت لي يا بابا انا عايز اشترك حتى لو هي حلوه وتصلح بمقاييس اللي بيعملوها يعني، وقالت انا عايز اشترك في مسابقه ملكات الجمال، هقول لها لا. هتقول لي ليه؟ هقول لها ايه؟ ايه؟ ما ترخصيش نفسك. لا تطلع على مسرح والناس تقعد تبص لك من فوق لتحت، ولا حد يملك انه يقيمك، ولا حد يملك انه يقول ان انت جميلة ولا مش جميلة، ولا ينفع تقعدي تتقصعي يمين وشمال بمايو ولا فستان ولا بتاع، وروني جمال خطوتي وروني جمال حركتي وانا مش عارف كذا. الانسان بكفاءته وجودته وشخصيته وانتاجيته في الحياة انا مهم عشان بعمل ايه، مش عشان جمال خطوتي اللي على المسرح، ولا عشان ربنا خلقني حلو ولا معنى كده ان اللي مش حلوين ايه يروحوا ينتحروا. فيبقى لازم يبقى في مسابقه ملكات الايه؟ الاخلاق والادب والثقافه والعلم. لكن للاسف دول ما لهمش ميزان، ما بيجيبوش فلوس. لكن اللي بيجيب فلوس اللي هو الـ الازياء الشعر المكياج. وصلت وجهه نظري؟ بس انا بقى عايزه اقول لك حره على فكره. لا وانا عايزه اقول بس ده رايي انا المتواضع. انا بقول ان انا مرخص بنتي. لا ما انا عشان اطلعها تتوزن جمالا. لا ما انا هقول بقى الوجه الاخر من التقييم. قيمت بطريقتك في وجه اخر. احنا هنا المفروض في مسابقات الجمال دي بيبقى شامل ثقافتها وعلمها وفنها، لو هي عندها موهبه في اي حاجه ما، بالاضافه لشكلها ولياقتها، لان الانسان حضرتك اول ما تطلع على الشاشه بتظبط نفسك. بيعملوا بيهم ايه يا ماي؟ المفروض انه ده بيعمل دعم للبنات ضمن مشروع خيري هي بتعمله وبتدور بيه بقى حوالين العالم. ده فكر الجمال بالفكر والثقافة والعلم، ما بقاش الفكرة السطحية اللي هي شكلها ومنظرها. شفت مين عمل كده؟ أنا بقول ده الأصل. ما أنا بقول لك شفت مين عمل كده. أنا بحكي مسابقة الجمال هي إيه؟ تبقى من برة ومن جوة، ده الصح. أنا بالنسبة لي برة. لا لأنه حضرتك شايف أنه الكيان مش معمول بالشكل الواجب،
او مش واخد الشكل. الهدف منه اساسا انا بقول لك هدف انا شايف ان هو في تقليل من شأن وقيمة المرأة. ما هو عشان حضرتك مش شايف في انتاج ليه حقيقي يا استاذة. اتفضل معاك. بعيدا عن بيتعمل بيه ايه. ايوه يعني خلاص انت بتقولي دلوقتي اللي ممكن بقى تلف العالم وتعمل، بس انا بقول لك ما بيحصلش، بس سيبي ده على جنب، ده الاصل. ماشي مش مهم، سيبي ده على جنب. ايوه فكره ان المراه تطلع على المسرح كسلعه دي انا ما بحبهاش. ماشي اوكي. انا المراه بالنسبه لي اقيم من انها تبقى منتج واقف قدامي كده وانا قاعد بتفرج من فوق ده. لا والله بصوا مش... ايه يا جماعه ده عيب قوي. على فكره المصيبه انيل في حاجه الزباله اللي اسمها ميس ولا مستر يونيفرس ده ولا مستر اللي هو العكس بس اولاد. احنا وصلنا لمرحله بشعه واللي واقف ابص الواد بشعه وجاس وعامل ازاي وبتاع وحاجات من دي. دي مسائل تجاريه. المراه بالذات المراه بالذات اقيم اقيم من ان تقيم وانها تبقى سلعه على مسرح. فاكرين زمان النخاسه وقت العبيد ما الستات كانت بتطلع؟ مش قوي كده. ليه مش قوي ليه؟ مش لانه هو المفهوم بتاعها مش كده. هو احنا بنحسن احنا بنحسن بس المسمى، زي ما نقول اشطر بنت احلى بنت اجمل بنت في ايه؟ في الادب وفي الاخلاق وفي شكلها وفي نظافتها وفي ترتيبها. هو بيختاروا بالادب والاخلاق ولا بيختاروا بالشكل؟ لا هو المفروض انهم بقى لهم اربع شهور بيجهزوا في الكلام ده. هو انت معاهم يا لا لا انا عم اشوف الراي والراي الاخر وجهه النظر. مين اللي بيقولوا بقى؟ انا ليه بالواقع المسابقه بتتعمل في ست ايام وهوبا هوبا الشكه بطه والسبوبه تمت. طيب انا نفسي البنات يحافظوا على قيمتهم، ما يبقاش الهوس ان انا هروح اعمل جمال وبتاع واوقف سلعه كده على المسرح هتقيم والناس تجيب لي من فوق لتحت. ليه يا مين ده؟ مين ده اللي يقيمني؟ انا اللي حد يقيمني يقيم شغلي، يقيم ادائي بكفاءتي، مش جسمي وطولي وعرضي. اوكي بخلاف بقى انه يعني بس ما بحبش الكلام ده عشان بنقولوش بس بتدروش وبتاع، بس يعني في حاجات طبعا اخلاقيه ودينيه كمان. طيب خلينا ندخل على الترند اللي بعديه. ماشي اتفضلي حضرتك. ده على فكره قريب قوي من اللي قبليه. ما بلاش بقى. دروس في الابوه، علاقه ماجد الكدواني وابنته ساندرا عملت قلق جامد جدا. دي حلوة دي. في البرنامج الجميل بتاع اسعاد يونس. بالظبط ده دي حاجه لطيفه دي. ده بقى بيبين لك بقى العلاقه الجميله ما بين الاب وولاده. وتحديدا لفت نظري في الحوار كلمه عجبتني قوي، بيقول لك انه ايه السر انه الانسان كده يرتبط بولاده والعكس صحيح. الحوار والنقاش على اتفه الموضوعات واعظم الموضوعات. وعجبني ان هو مع الوقت ابتدى ياخد رأي بنته في موضوعاته. يعني احنا دايما بنقول حضرتك كبير، لا لا ايه بنتك اللي تقول لك رأي؟ لا بالعكس، صح ده ممكن بنتك تقول لك وتلفت لك نظرك على حاجات مزبوط. قد تكون بعيدة عننا في زماننا ده او احنا مش عايشينها. صحيح. فالحوار ده ما بين الاجيال مطلوب 100% ولا شايف يبقى فيه ضبط وربط؟ بصي الواقعه بتاعت برنامج الجميله اسعاد يونس وجود النجم اللي انا بحبه جدا 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 ماجد الكدواني ولقطه مفاجاه بنته دي انا شفتها وانبسطت بيها قوي. بس الحقيقه رغم ان انا انبسطت بيها جدا بس فيها حاجتين ضايقوني جدا. ايه بقى؟ تفتكري ايه؟ ايه افتكري؟ قولي. صعبه شويه صح؟ ما الحلقة طويلة. أي لقطة فيها؟ لا هي اللي احنا شفناها دي اللي هي لقطة المفاجأة والدخلة. الحتة دي المفروض انها حاجة حلوة قوي كلها. ايه بقى؟ ومشاعر وأحاسيس. هقول حاجتين اللي زعلوني. واحدة دقن ماجد مش عاجباني. فيا أستاذ ماجد وشك قمر ده بجد وكله احاسيس ودقن كتير قوي. دقن كتير قوي. ف يعني احلقها وشك احلى بكتير. ما تكبرش نفسك، تكبر نفسك ومعجز نفسك قوي بالدقن الا اذا كان ده لتصوير دور. انا مش عارف ممكن لو هو داخل تصوير دور مطلوب منه انه يطول دقنه قوي تمام. لكن ماجد عباره عن وش بريء وحلو وجميل والدقن هو سايبها قوي فمدياله احساس كده عواجيزي قوي. انت قلبك وعمرك وروحك شبابية اكتر من كده بكتير. صحيح. فانا بقولها له دي حبا يعني. ده شكلا. ايوه. اتنين بقى رغم فرحتي بالعلاقة الرائعة اللي انا شفتها ما بين ماجد الكدواني وبنته والحب المتبادل الجميل في ابرأ واصدق معالمه
لكن اللي زعلني الحقيقه ان الناس شايفه ان ده حاجه واو، في حين ان ده الطبيعي المفروض الطبيعي. هو الطبيعي بس عشان العلاقات الاسريه عندنا وعلاقات الاباء والابناء اليومين دول وحشه متوتره ومتقطعه ومتهتكه وفي حالات مش كويسه، بقينا نشوف العادي استثنائي، بقينا نشوف الطبيعي سوبر. احنا كلنا واحنا صغيرين كنا كده، علاقتي بابويا وعلاقتي بامي كانت كده، حب ودفء وحوار واندماج، وكنت اروح بالليل اقعد في حضن ابويا وامي وانا شاب شحط كده عندي 15 سنه و16 سنه و20 سنه، واترمي في حضنهم واقعد احكي لهم واقول لهم انا عندي مشكله كذا وهم كذا، وبابا يحكي لي مشاكله في الشغل ايه، وماما تقول لي انا عندي مش عارف ايه كذا. الحوار مفتوح والصله موجوده والحواجز مقطوعه، مفيش حواجز. دلوقتي قولي لي انهي اب بيقعد مع اولاده وانهي عيال بيحترموا ابوهم وامهم اساسا وبيقدروهم ولا بيكلموهم؟ ده العيال بتشوح دلوقتي وبتكبر وبتشايفه ان ابوهم وامهم ما بيفهموش حاجه، ودي موديل ودقه قديمه ومجرد بس مكنه صرف فلوس. فاللقطه اللي انا شفتها من تعليقات الناس هي اللي ضايقتني. الناس كلها عماله تقول يا نهار ابيض هو في كده، ويا نهار ابيض ايه العلاقه التحفه دي؟ العلاقه التحفه دي العلاقه عاديه، هذا ما يجب ان يكون داخل كل بيت ما بين اي اب وبنت او ام وابن. صح. فلما تشوفوه سوبر ابحثوا عن مشكلتكم في انه ليه بيوتكم مش كده، ليه بيوتنا ما فيهاش هذا الدفء اللي بقيناه نشوفه استثنائي وغريب. ربنا يحافظ عليهم طبعا، ويحافظ له على ساندرا ويحافظ لها على ابوها ماجد، بس انا نفسي ان الحاله دي هي اللي تبقى الحاله الموجوده في البيت المصري اللي كان طول الوقت كده. معروف ايه السبب؟ ما علينا بقى. طيب عارفه بقى السبب ايه؟ ايه اللي انت لابساه؟ الترند اهو، ما انا معروف السبب، اصبح لكل السبب واحد جهاز بيتواصل معاه. السوشيال ميديا لعنها الله التي بدل ما كانت مخلوقه للتواصل الاجتماعي عملت تباعد اجتماعي ما بين الاسره والاخوات والاب والام، فبقى كل في جزيره. انا في رايي انه لازم الام والاب ده في رايي الخاص انهم شويه يشتغلوا على نفسهم ويحاولوا يفرضوا اللي انت بتقول عليه. والله يتعبوا شويه ويقولوا مفيش موبايلات ويفصلوا وتعالوا اقعدوا معانا وتعالوا كلوا وتعالوا اشربوا، بس الام والاب للاسف من مشغوليات الحياه وتعبهم هم مش قادرين يعملوا كده. يعني بصي انا ضد فكره مشغوليات الحياه دي مع احترامي، انا بقول لك لازم يبذلوا مجهود غصب عنهم. بص استاذ ممكن افتح معاكي في الموضوع ده ثلاث سنين. انا عارف قولي لي امتى. يعني انا ازعم ان انا متابع التاريخ المصري كويس قوي من القرن العشرين اللي فات كله، من 1900 لحد السنه دي. قولي لي امتى كانت الاسره المصريه المتوسطه العاديه يعني في غنى ورغد وتيسير وفلوس مش عارفه توديها فين؟ امتى يعني عمرها ما حصل. ايوه الا طبقه الاقطاعيين زمان والاثرياء دلوقتي، الطبقه اللي هي 5% ماليش دعوه بيها، بكلمك عن اسره متوسطه اللي هي احنا كلنا. ايوه امتى؟ 1910 1920. فاكره كان في فيلم اسمه القاهره 30. ايوه كان بيتكلم عن القاهره. أيوة 1930. أيوة شفت الحال كان عامل ازاي؟ محمود عبد الدايم وسعاد حسني وحاجات. انت بتقولي انه مفيش حاجه اتغيرت كمسؤوليات وهم ومدارس هتجيب فلوسها من فين؟ طول الوقت يا مايا الاب والام في هم وفي مسؤوليات وفي مشاغل ومصاريف مدارس والغلاء سعر. انا لو جبت لك فيلم دلوقتي كنت بتفرج عليه امبارح بالصدفه، بتفرج على روتانا كلاسيك اللي هي بيجيب الافلام القديمه. كان فيلم لحسين صدقي ومش عارف فيلم كده انتج في الاربعينات. الاربعينات. ايوه وقعدت اضحك ضحك. مشهد كانوا قاعدين على الترابيزه، جايب هو المرتب من الشغل وراجع، وهي ومراته بيظبطوا المرتب، يقول له اللحمه بقت ب 16 قرش وانت تبطل سجاير عشان مش عارف ايه. أيوة. ويا لهوي الفراخ مش عارف ايه كذا. نفس الحوار اللي بيدور دلوقتي مع اختلاف الارقام. ايوه وبيقول لها طب كده المرتب مش هيكمل، ده لازم انزل اشتغل على تاكسي بالليل عشان مش عارف ايه. نفس الحوار. فابعدي فكره مشاغل ومش مشاغل. الاب اب والام ام. انا ابويا ما كانش مولود بمعلقه ذهب، وكان بيشتغل زي طرف الساقيه عشان يجيب لنا اكل وشرب ويكفينا، بس كان اب. والام كانت بتشتغل وربت منزل وطفحت الكوته، بس كانت طول الوقت ام وطول الوقت موجوده. ما ينفعش الابهات والامهات دلوقتي يعتذروا عن التربيه بحجه البحث عن لقمه العيش، دي حجه. يبقى لازم يتعبوا في الموضوع ده شويه.
تعالى بقى نشوف كده حاجة لطيفة قوي. دايما لما ندخل كده المساجد احيانا بنلاقي السجاد ايه طاير شوية من هنا، متعلق من هنا، حتى الناس لما بتدخل ممكن ايه تتشنكل بيه ففي شاب اسمه بيتر انور، عمره 25 سنة، هو اصلا خريج القاهرة هندسة. كانوا في ناس بتدردش كده على احدى المواقع، فبيقولوا يا جماعة عندي المشكلة دي اللي انا قلتها لك. فبيتر قال لهم يا جماعه الموضوع بسيط، ده في حاجه معينه احنا بنستخدمها تقدروا تحطوها ما بين السجاد. بيتر؟ بيتر تمام، وتقدروا تحطوها ما بين السجاد، هتمسك بالسجاد وتمنعه تماما من الايه، من انه يكعب الحد. يكعب الحد وتبقى الدنيا لطيفه. فالناس انهالت عليه بالتغريدات، ايه العظمه دي، هو طبعا باين من انه اسمه ايه ان هو مسيحي، فانهالت عليه بالتغريدات الايجابيه. بيقول لك انها بتنضم مع بعض يعني، فبتخلي الواحد ما يتقلبش. وانا يا جماعه مستعد حتى اجي اعملها هلكو في المسجد. فالناس انهالت عليه بقى، قالوا له كومنتات رائعه. ففي احدى المواقع عملت معاه انترفيو، قال لهم انا شايف ان الموضوع طبيعي جدا ومش محتاج كميه الشكر يعني معايا. ناس كانت بتسال وانا جاوبت، والموضوع ما يفرقش سواء كان مسجد او كنيسه، احنا كلنا ايه، دي بيوت ربنا واحده. بلس ان احنا طول عمري هنا اكثر من 99% من اصحابي ايه، مسلمين، وانا بصوم معهم رمضان ومقضين كل الشعائر ومفيش اي حاجه بيننا، احنا طول عمرنا يعني بنحب بعض. فكانت فكره، هي الفكره بالفكره مش بانه مسلم ومسيحي وكل، هي هو حكيم جدا في رده. والناس اللي دخلتها اسلام ومسيحيه، ناس الحقيقه دماغها في رايي مش 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 دقيقه قوي في الحكم يعني وفي الاتزان، لان القصه فعلا هي فكره لخدمه الانسانيه. بالظبط، تحطي بقى المكت في الجامع، في كنيسه، في بيت، في مصنع، لكن الناس دايما بتحب فكره التمييز وفكره التفرقه وتروح دايما للسخن اللي يعمل مشاكل. لكن الراجل طلع حكيم بيتر ده وقال لهم يا جماعه انا قلت الفكره عشان الناس، الناس بتستخدمها فين، هي حره وهو حر وبرافو عليه. هو اسلوب برضه كان لطيف وايه يعني، وعاقل، كان ممكن ينجرف، كان ممكن ينجرف في اي كلام غلط، برافو عليه. تعال نشوف طبيبة توثق أحلى اللحظات مع ولاديها، عندي 40 سنة وإيه ولسه بيوصلوها لفين؟ لعند المحطة عشان تروح لبيت جوزها. هي أصلا البنوتة دي اللي هي تحت شايفها في الترين نفسه، في القطر، دي مامتها بتوثق، هم بيوصلوها كل مرة المحطة عشان تروح لجوزها، لأن هي في الأصل البنوتة اسكندرانية وبقى عمرها 40 سنة وهي خريجة طب دفعة 2007. فلما جه اللي هو التدريب بتاعها جه تقريبا في قنا، وباباها وصلها، قعدوا 15 ساعة في الترين. عند ما وصلها باباها ما سابهاش، راح جنب المكان اللي هي يعني بتشتغل فيه، كان فيه صيدليه، وقعد يبص عليها وكده. فهي لمحته، قالت لي يا بابا ما تمشي خلاص بقى كفايه. قالها لا وقلبي ومش قادر ومش، قعدت تصر عليه عند ايه ما مشي. بعد كده السنين عدت وراحت ارتبطت بالصيدلاني واتجوزت هناك، ومن يوميها وهي مثلا بتزور اهلها مره او اتنين في السنه، وبيصروا انه دايما يوصلوها لعند القطر. فحاجه جميله، حاجه حلوه، ده اللي انا كنت بقوله لك من شويه، ان هو في نماذج اهو. بالظبط كده، في نماذج من الاسر المترابطه، الاب والام اللي لسه عندهم وقت يخافوا ويربوا ويحبوا ويحنوا، يعني هو ده الطبيعي، لا يجب ان يكون استثناء. هو مش استثناء بس، لازم زي ما بنعرض الحاجه السلبيه نعرض كمان الحاجات الايجابيه طبعا، عشان الناس تنبسط وتبقى فرحانه. ده هو ده الطبيعي، ما انا بقول لحضرتك لازم يبقى في توازن عشان الناس ما تفتكرش ان الدنيا خليت من الخير، ومهما كان الواحد لازم عمرها ما تخلى من الخير. بالظبط. طيب بعد انفصالهما احمد سعد ينشر فيديو لطليقته علياء بسيوني. انا مش فاهمه القصه بتاخد اكتر من حدها ليه، وهي مفروض بعد الانفصال بتحضر له باين حفله وبتشجعه وكده، وهو حط الكلام ده في الستوري مع شويه انسرتات لتجهيزات الحفله. انت تفسر بايه كلام الزياده والدخول في بيوت الناس الزياده؟ انا عارفه انه انت ضد كل الكلام ده، بس متى الناس تتوقف عن الكلام بقى؟ لا الناس مش تتوقف. ليه؟ عشان دول نجوم يا مايا، وضريبه النجوميه لازم تدفعيها، ضريبه النجوميه لازم تدفعيها، ما ينفعش تاخدي حلاوتها وتسيبي نارها. صحيح،
لما بتروحي تشتري حاجة ما ينفعش تشتريها أو تاخديها إلا لما تدفعي ثمنها. تمام. صح؟ ما ينفعش تاخديها دي. أكيد. فالنجومية والشهرة والمجد والأضواء والإعلام وصفحات الجرائد والفولورز اللي بالملايين والفلوس ليهم تمن. التمن أنت بتتحولي من شخصية خاصة إلى شخصية عامة. صحيح. كل الناس بتتابع أخبارك، كل الناس دخلة دماغها في حياتك وبتتابع أسرارك وكواليس، صح؟ تمام. فما ينفعش تقول لا أنا أبقى نجم لكن ما حدش له دعوة بيا. انا بقى جامد ومشهور وعايز لايكات وعايز فولورز وكذا وكذا بس محدش، مفيش ينفع. والادهى كمان والامر ان هم النجوم هم اللي بيجيبوا اسرارهم لحد السوشيال ميديا. هو مين اللي عرفنا ان احمد سعد طلق مراته؟ هي نفسها شخصيا، ولا احنا دعبسنا وراهم؟ لا لا، ودخلنا هي نفسها البيت وعلينا وسخة الطلاق. لا لا، هي عليها اللي جت لحد عندنا في السوشيال ميديا وقالت يا جماعه احمد سعد طلقني من شويه كذا، واحمد سعد امراض، صح؟ يعني هم اللي جم. فما ينفعش يشتكوا. رقم ثلاثة بقى وده الأهم، إن أنا الحقيقة حطيت إيدي العشرة ولا صابع العشرة في الشق من جوازات النجوم وارتباطات النجوم. أيوه. أنا هما دول مش زينا. أكيد. لا مش زينا. أمال إيه بقى؟ ما هو اللي بيحصل مش زينا. يعني واحدة هي مش ده علياء دي اللي كانت طالعة صورتها دلوقتي وهي بتحضر حفلة لطلقها احمد سعد في بورسعيد واقفه وبتغني على اغنياته وبترقص على اغنياته؟ صحيح. صح؟ تمام. هي الصوره اهي. مش دي علياء؟ تمام. ودي في حفلته؟ اه، حفله احمد سعد. ايوه ايوه. مش دي اللي من ثلاث ايام كاتبه بوست هي نفسها لعنه سنسفير احمد سعد فيه؟ اه، وقالت لك معدنه غير المش عارف ايه واصله غير الايه ومش عارف كذا وكذا، رغم ان انا طب متحفظ على الكلمات وكل الكلمات على عهدتها هي، بس مش هي دي. ينفع بعد ثلاث ايام الاقيها واقفه بترقص على اغنياته في حفلته؟ حد يعقلها لي لو سمحتوا، عشان بس انا يعني في حاجات كده بقف قدامها عاجز عن الفهم. يمكن الامور عادت لمجاريها، يمكن الامور عادت لمجاريها والدنيا بقت كويسه. يمكن هو اموري بقول يمكن الامور عادت لمجاريها والدنيا بقت كويسه. والله اللي تشوفيه خير اعملي، انا مش تعبت. انا تعبت. تعبت والله. فاللي انت شايفاه صح اعملي. ما انا بعمل بالنيابه عن حضرتك. اللي انت شايفاه صح اعملي وانا موافق خلاص. عشان برضو حرام يعني. ست البنات. ايه؟ وقتنا خلص. طب في اللقطه جمله. لا هو مش جمله، في جملة. في جمله ونص. هنقول الجمله النص بعدين. يلا. في عمره البدل تثير الجدل قيمتها 4000، سمعت عنها؟ سمعت عنها. ايه رايك في الحدوته دي؟ انا نهزر. عمرة بدل ايه بس يا جماعة؟ الدين ما تقربوش منه، مش انت طبعا الكلام مش ليكي. الدين ما تقربوش منه، الدين دين، حج حج، والعمرة عمرة. لا بقى تقولي لي بدل ولا مؤيدة ولا مش عارف ايه ولا كذا، لو سمحتوا ابعدوا عن الدين عشان ربنا بس يكرمنا ونعدي منها على خير. طيب بس اوكي، بس اوكي، بس لا النص بقى اللي هي بقى ايه الحاجات اعلى مشاهدات. مش احنا حطينا فقره لطيفه كده؟ شوف كده معايا ان شاء الله تعجبك. استاذه مايا انس. يلا ادينا اعلى مشاهدات. ركز. ها Like my costume? Yeah, well, that's so cool. How are you doing that? I've got a Nimbus 2000. Oh, I see. Here. Wait, is that my longboard? Oh, Longboardium Leviosa! Zach, my longboard! Oh, come on, man, get back here! Do not go! Yeah. Ah, so cool. Here, can you get a photo? Oh, oh my gosh, Zach! Here's your coffee, sir. Oh, sorry, but I have a coffee cake. Oh, no worries. Sure, we can turn that into cake. Wow. Here, try this. Okay. حلو الموهبه. ما ده فن. ما هو ده فن. ما بقول يعني احنا بنتكلم على الحاجات انه التيك توك ما بيقدمش مثلا حاجه او الابلكيشن، لا، اللي قادر يعمل فن هيعمله. صح. حتى الرسم، حتى يعني المواهب كتيره، فمن ضمن الموهبه دي شوف بيعمل حاجات تريكس والحركات خدع مش طبيعيه. قد ما انا حلو
يخليكي دايما للكلام في الترند. الله يخليك تسلم. نورت يا ماي. ميرسي يا حبيبي. على خير الخميس اللي بعد الجاي ان شاء الله. وتجيبي لي بقى ساعتها من رتاج التيشيرت السودا ونطلع بيها سوا. عيني يا حاضر. شكرا جزيلا. تحياتي. خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا وخلص اسبوعنا. اشوفكم مساء الاثنين القادم. ربنا يحييني ويحييكم. صباح الخير.